جوجي وبحمزة. سعيد جدا بلقاكم في موعد جديد من جاوب حمزة، حوارنا الأسبوعي بالكبير مع ضيف وشخصية كل جمعة نحاول ندخل معاه إلى أعماق بعض الملفات، ومنهم ضيفي بالنسبة للجمعة هذه اللي أنا نعرفه من زمان من الظهور الإعلامي عنده مدة، وكان وقتها في التلفزة في برامج أخرى، وكان من وقتها مثير للجدل بتصريحاته وبالمعطيات اللي يعطيها رغم خطورة الكلام اللي كان يقول فيه من سنين، ورغم أنه المعطيات اللي قدمها من 2017 قدام مجلس النواب وقبالها في وسائل الإعلام كانت عادة مدعمة بوثائق ومعطيات، كلامه الحق الحق ما تسمعش برشا وقتها، واليوم برشا بداوا يرجعوا للي قالوا وللمعطيات الخطيرة اللي أكدها في خصوص وزارة الداخلية ووزارة العدل اللي صار فيهم السنوات الأولى للثورة، سنوات المدارس اللي تحت غطاء تدريس الدين خرجت أبرز الإرهابيين واعطى ضيفي أمثلة عليهم، سنوات جوازات السفر اللي تعملت كيل بطاطا لتسفير القصر وغير القصر للقتال في سوريا، سنوات المشايخ اللي بأذون وأوامر سري للغاية مطبوعة توجهت لمديري السجون دخلوا باش يدمغجوا المساجين تحت عنوان دروس الوعظ والإرشاد. كيف تسمع ضيفي اليوم تفهم أنه الخوار تغلغل في أكبر وزارات البلاد من سنوات، وأنه سياسة تتليف الجرة وتتفيه التصريحات والاتهامات اللي توجهت لعدد من المسؤولين خلات فما إفلات من العقاب، إفلات من العقاب حتى لين جات قرارات الإقامة الجبرية لنور الدين البحيري وزير العدل السابق وفتحي البلدي القيادي في وزارة الداخلية، المستشار السابق لوزير الداخلية علي العريض ورئيس الحكومة حمادي جبالي، مع قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي لعدد من القيادات الأمنية تأكد جزء كبير من كلام ضيفي، ولكن برشا 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 هي الملفات اللي ما زالت فيها نقاط استفهام. علاش بالنسبة ليه لازم يتحل كما يلزم ملف جوازات السفر المضروبة اللي تعملت للعشرات باش يسافروا للقتال في سوريا وغيرها؟ شنو صار في الشكايات اللي تقدمت ضد عدد من القيادات الأمنية على خطرها متواطئة أو مسهلة لعملية التسفير وثم الرجوع لتونس؟ علاش يعتبر أنه ملف مصطفى خضر وموضوع الوثائق اللي حب يتلفها مهم ياسر في قضية الاغتيالات السياسية والجناح السري لحركة النهضة؟ وين وصل موضوع المدارس اللي تعملت على أساس تقري في الدين وهي تخرج في أبرز الإرهابيين؟ على كل هذه الملفات سعيد اليوم باستقبال عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن. عصام مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين، وشكرا شكرا لك على استجابة لدعوتنا. قرب لي شوية من هكا الميكرو، هكا الميكرو هذاك بالذات يزمك تبدأ قريب له مليح باش تسمع صوتك مليح يا عصام. جاوب زيادة عصام على أسئلة التوانسة وبرشا لحد اليوم الحق نقولها لكم، خذوها من عندي بصدر رحب ماذا بيا، قاعد شوف لي كومنتير اللي قاعدة تجي وعليش عصام وكيفاش وسيل من السب والشتم ليه وليا. ما يقلقش، ولكن مثالش نتعلموا نسمعوا، نتعلموا نسمعوا، خاصة الناس اللي كتقول لكم كلام في وقت من الأوقات ويظهر صحيح بربي، يكون عندكم شوية من التواضع أنكم تسمعوا شنو عندهم باش يقولوا لكم. وبعد دليلكم لك خطر سي عصام هذايا جرب في أكثر من ملف ولقينا أنه توا مع الإجراءات اللي صايرة عدد منها كلامه مش بعيد بالكل على الواقع اللي كان صاير. عصام باش تجاوب على أسئلتي، باش تجاوب زادة على أسئلة التوانسة اللي نجموا يوجهوها لك عبر صفحة موزايك على الفيسبوك، وإحنا نعاودوا الاتصال بهم وإلا على الريبوندر 31 113 013 ريبوندر موزايك، وإحنا من بعد
نطرح عليك هذه الأسئلة باش تجاوب زادة على أسئلة ضيوفنا. وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين يحضر معانا في الساعة الأولى. وجيه اللي باش يرجع على التعاطي الأمني اللي وصفته النقابة بالقمع البوليسي اللي صار لمتظاهري 14 جانفي. ثم في الساعة الثانية يحضر معانا أحمد شفتر عضو متطوع في حملة تفسيرية لرئيس الجمهورية. نحكيه على انطلاق الاستشارة الوطنية اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية انطلقت البارح لكن بتفاعل قليل جدا إلى حد الآن، يعتبر بالمقارنة بالانتظارات من هذه الاستشارة أقل من 20,000 مشارك إلى حد الآن. تو نعطيكم الأرقام والتفاصيل بعد شوي. سي عصام دردوري، من الملفات اللي رجعنا فيها لكلامك برشا من قرارات وزير الداخلية الأخرى، قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي وقرارات الإقامة الجبرية. نحب نبدأ الساعة من الإحالة على التقاعد الوجوبي، شملت أسامي بارزة عندكم في الداخلية، شكونهم هذو معي عصام دردوري؟ شوف الميكرو بالنسبة يعني تعرف سي حمزة أنه وسادة يعني أهل الاختصاص في القانون أنه قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي يعني هذا من مشمولات السيد وزير الداخلية وكفلوا القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 82 كما قلت. يعني قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي اللي كما قلت لك مشمولات السيد وزير الداخلية يتخذ وبعد يعني أعطى فيه القانون للوزير للوزير أنه يستشير فيه مجلس التأديب أو المجلس الأعلى للأمن ويعني بعد التثبت في الملفات وكل يصدر القرار هذا ويبقى للشخص اللي يصدر ضده القرار القيام بإجراءات الطعن المكفولة له قانونا أمام المحكمة الإدارية يعني وهذا معمول به. بالنسبة لقرار الإحالة على التقاعد الوجوبي وأنا في أكثر من مناسبة يعني حكيت على موقفي من القرار هذايا لأنه وبش نعاود نحكي عليه اليوم باش نعمل نوع من المقارنة علاش احنا وعلاش انا اليوم متمسك بذات الموقف مع ديما الحيثيات اللي حاطت معناها اللي احاط اللي هو انك ما لا باش نجيك اولا انه احنا كمؤسسة امنية عدنا تجربة مع التقاعد الوجوبي كما يعرفوا التوانسة الكل نعرفوا انه تم احالة تقريبا اكثر من 42 اطار امني في فترة ترأس وزارة الداخلية وتسييرها من طرف وزير الداخلية الاسبق انذاك فرحات الراجحي وتم احالة مجموعة من الاطارات الامنية. الاطارات الامنية هذيك طعنت في القرارات وربحت القضايا متاحها واليوم تنتظر في رد الاعتبار لها لانه يبدو انه الاحالات ما كانتش بناء على وجود ملفات قوية ترتقي إلى مستوى التجاوزات اللي ينجم يتبنى عليها التقصير اللي أعطاه القانون واللي يمشي في الإحالة. علاش نقول في الكلام هذا اليوم أولا ساعة ومن هنا نقول طالبوا احنا سيد وزير الداخلية ونجدوا بطلبتنا أنه يرد الاعتبار للناس اللي كفل لهم القانون أنهم يرجعوا. هذا لو اثنين علاش احنا نعملوا في المقارنة لأنه اليوم صارت قرارات بالإحالة على التقاعد الوجوبي لمجموعة من القيادات العليا صلبة وزارة الداخلية فما أنا لنقوله أنه أحنا نأكدوا على أنه القانون يلزم يكون فيصل في المسائل هذه لأنه المسألة باش نجيك لأنه المسألة تتجاوز الأشخاص. نحكيه زادة رح نحكيه تقاعد وجوبي نحكيه على ناس قضات عمرها وجهدها وكل في خدمة المؤسسة الأمنية والدولة التونسية سهرت على تكوينهم وصرفت عليه بالتالي عملية الإبعاد وعملية الإعفاء أو الإحالة لازم تكون مبنية على مؤيدات وملفات قوية. علاش نقول في الكلام هذا لأنه اليوم فما شكون راو يتمس حتى في عائلته مش بالضرورة هو لأنه تعرف مسألة مسهلة خاصة في ظروف استثنائية كيف هذا بقى
انه هذا من حيث المبدا انه القانون يكون فيصل وانه تكون فما ملفات، وكان فما ملفات ما يلزمش تقف عند الاحاله على التقاعد الوجوبي، يجب ان تقدم الملفات الى الجهات القضائيه لترتيب الاثار عليها ولتكون فما تتبعات جزائيه باش الناس ما تفلتش من المحاسبه ومن العقاب. هذا خاصه وانك مجموعه، خاصه وانك عصام دردوري في عدد من هذوما اللي صارت فيهم احاله على التقاعد الوجوبي انت كنت حكيت عليهم وعلى المناصب نتاعهم في اكثر من مره. باش تعطيني بالتفصيل بعد ما ناخذ فاصل سريع ونرجعوا معك عصام دردوري ضيفي اليوم حتى الماضي ساعتين. حوارنا بالكبير حتى الماضي ساعتين مع ضيفي لليوم عصام دردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن. مرحبا بك من جديد عصام. وصلنا لموضوع ولا بدينا بموضوع الإحالة على التقاعد الوجوبي، اعطيتنا موقفك المبدئي، لكن نحب نمشيه معاك بصراحة إلى أبرز الأسماء اللي شملتها هذه العملية، ونحبك تفسر للتوانسة علاش عصام شملت هذه العملية، خاطر فيها أسماء حكيت عليهم أنت أكثر من مرة قبل ما يجي هذا القرار. نجم نكتفي مثلا بمحرز الزواري اللي شملته هذه الإعفاءات، فتح البلدي شملته كيف هذه الإعفاءات، فما اسامي اخرى متفقد العام اللي كان الامن الوطني سيف الدين عبد اللطيف زاد شملت سيف الدين عبد اللطيف. وباش تقول لي علاش شكونهم الساعه منهم على الاقل اسامي البارزه في القيادات البارزه، ولماذا شملتهم قرارات الاعفاء حسب رايك؟ شوف علاش شملتهم القرارات، انا نجاوب عليه علاش بشكل مباشر. أي. لانه السيد وزير الداخليه هو من اتخذ القرار. ليه؟ هو اللي يعرف. واحنا علاش قلت لك اليوم نطالبوا باحاله الملفات للعداله، وما نتصورش وزير الداخليه اليوم باش ياخذ قرار معناها ماهوش باش يكون قرار معلل. على الاقل ما نتصورش يطيح في نفس الخطا اللي طاح فيه وزير الداخليه الاسبق، وان وجد ربما سبحان الله حتى سهو، مطالبين انه نعترفوا ونعدلوا الامور. بيه؟ يعني ماهيش مشكل. انه عدد من الاسماء مثلا، فما بار اكزامبل انت وقت اللي تحكي مثال على محرز الزبيري بار اكزامبل، مدير عام مصالح مختصه سابق، وهذا واحد من الاطارات الامنيه اللي هو كان قاضى عصام دردوري قضاني، وتم حفظ التهم في حقه وحفظت قضاني في علاقه بملف التسفير. على اساس انه اللي قلته انا، خاطر تم احالتي على معناها بنسبه امور غير حقيقيه لموظف عمومي 128 مجله جزائيه، واثبت انه اللي قاله عصام دردوري صحيح، بالتالي تم يعني حفظ التهم في حقي. كي نقول محرز الزبيري مش معناها كي نسميه الاسماء معناها شخص، ولا باش نبينوا علاش. تقريبا القيادة الامني في الاسماء عصام لانه مناصبها كانت كبرى مكنتها من انها تعمل حاجات، مش اكبر انها مناصبها. اليوم اسمائها مطروحه في ام الملفات الكبرى المنشوره والمتعهد بها من طرف الجهات القضائيه. نبداو بسي تحكي مثلا مدير عام مصالح مختص سابقا، مثلا الاسبق سي محرز الزبيري مثال مدير عام مصالح المختصه، تذكر ملفه اسمه في ملف التسفير بقو، تذكر كذلك اسمه بقوة وبشبهات قوية في ملف ما اليوم اللي معروف بقضية رجل الأعمال فتحي دمر. القضية هذه اللي هي اليوم ما تعرف القضية هذه بعد ما كانت قضية حق عام، اليوم القضاء بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يعني اليوم عاد افتح الملف هذا وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال فتحي دمر، و الملف هذا يا أخويا حمزة مرتبط كل الارتباط بكذلك بملف الجهاز الخاص، ومرتبط أيضا بالاغتيالات السياسية في اغتيالات الشهيدين كل من محمد البراهمي وشكري بالعيد. علاش نقول في الكلام هذا؟ لأنه قضية فتحي دمر على الأقل اللي نجم نحكيه فيه واللي نجم نخوضه فيه، أنه القضية هذه وقت اللي تخدمت أولا قاموا بها مجموعة من الأمنيين، بالإضافة إلى اسم آخر من الأسماء اللي تم وضعها مؤخرا تحت الإقامة الجبرية اللي هو بالحسن النقاش، اللي هو تبع نيابة الخصية حركة النهضة في بن عروس في فترة معينة. الأسماء هذوما اللي فيها مجموعة قلت لك أمنيين بالإضافة إلى محرز الزبيري، فما أسماء أخرى تم إحالتها على التقاعد الوجوبي. أنا باش نبدأ واضح معك مؤخرا، لأنه فما الإحالة جات مرتين، فما أسماء تم إحالتها مؤخرا بيه. وفاهم حتى تمت الإشارة أنت كان شفت في بلاغ وزارة الداخلية يقول لك أنه مثلا في علاقة بالحسن النقاش في الإقامة الجبرية، يقول لك راهو متعلقة به قضية إرهابية منشورة، والمقصود بالقضية الإرهابية هي قضية فتح دم. علاش نقول أنا ومحرز الزبيري دور محرز الزبيري والأمنيين هذوما اللي تورطوا رواحهم وين ورطوا مؤسسهم؟ لأنه قضية فتح دمك
هذا من ناس جاءوا شاو بتنسيق مع احد لجان عناصر لجان حمايه الثوره في فتره ما قدموا لرجل الاعمال فتحي دمق هذا وحكاوا معاه على مشروع يعني لتصفيه مجموعه من السياسيين والاعلاميين وغيره عمليه اغتيالات هذا قبل بل حتى ما تصير عمليه الاغتيالات وقبل ما تكون فما معطيات او قائمات في ذات الاطار ومن ضمن الحديث انه تم التنصيص على كونه من ضمن ابرز الاسماء اللي باش تكون راسا مستهدفه اللي هو الشهيد شكري بالعيد الناس هذوما صوروا الواقعه معناها الحديث اللي كان يدور بيناتهم الماتريال اللي تصور به كان على اساس انه تو انت امني وماشي تخدم في مهمه تقول انت مهمه امنيه نورمالمون الوسائل والاليات اللي باش تخدم بها منين نتاع الاداره الاداره يتبين انه الاداره ما كلفتش بشكل رسمي هذاك علاش نحكيو على الامن الموازي والاجهزه الخاصه ما كلفتش الامنيين هذوما بشكل رسمي مشاو جابوا ماتريال من تلقاء انفسهم ومشاو صوروا حدوا سيناريو كامل وخدموا التصوير هذاك الكل واحد من بعد على اساس باش يعملوا به باش نقول لك انه شنو العمليه انه انا نعتقد ده وهذا من بعد التحقيقات بالزيت تثبت انه في ملف قضيه رجل الاعمال فتحي دمق كانت فما عمليه كامله لخلق سيناريو باش يخرجوا للراي العام على اساس انه بعد تصير عمليه اغتيال يقول لك راهو كان فما مخطط لاغتيال من ضمنهم سيد شكري بالعيد واحنا كاجهاز توقينا وقمنا بالتصدي لكن رغم النجاح في التصدي في المحاوله المره الاولى المره الثانيه لا غالب راهو زرفت الحكايه ما نجمناش نشدوها علاش هذايا مهم وملف فتحي دمق نعتبره انا مفتاح مفصلي في الوحده ومن بعد دورنا ورجعنا واليوم اقروا بالصبغه الارهابيه رغم حاولوا انهم يخليوه قضيه حق عام الملف هذايا كما قلت لك بالاضافه انه في اطراف امنيه في اطراف تابع لجان حمايه الثوره في طرف على الاقل تابع لحركه النهضه بعد عمل كبير برشا والكل يتضح انه القائمه نتاع الاسماء نتاع الامنيين اللي كانوا موجودين هذوما اليوم اصدر فيهم قرار بالاحاله على التقاعد الوجوبي عرفش ان كانت عندها سبب مباشر بالواحد ولا ولكن من الاسباب ربما نجيك اكثر الامتداد نتاع الملف هذا والاسماء هذه تلقاها مرتبطه بملف اليوم اللي يعرف بملف قضيه مصطفى خضر اللي هو ملف الجهاز الخاص. السري والخاص تلقى مثال بحر الزواري تلقى فتح البلدي الاسماء هذه تقريبا كانت على تواصل يكاد يكون يومي بمصطفى خضر راسا اللي نذكره كونه مصطفى خضر اليوم صادره في حقه بطاقه ايداع بالسجن متهم في قضيه اغتيال الشهيد محمد البراهيم يعني التقاطعات ولات تقريبا واضحه وربما علاش مثلا انت قضيه فتحي دمق علاش من الاول كانت قضيه حق عام وهي وقت اللي هي صبغه ارهابيه علاش توا مشى في الصبغه الارهابيه لانه كانت فما عمل ممنهج عرفت كيفك اللي بيزل تبدا مفرقه يلزم الصوره ما تتشكلش عند هيئه الدفاع وعند الناس اللي تبحث عن الحقيقه وتطاردها يعني وتحاول انها توصل لها ملف فتحي دمق في حد ذاته ما عندوش كان ارتباطات بالداخل عنده ارتباطات باطراف تنشط خارج تونس توانسه ينشطوا خارج تونس والارتباطات هذه كذلك تلقاها تقريبا نفس العناصر ونفس الحلقه تدور في نفس السياق اللي هو ملفات الاغتيالات السياسيه ملفات التسفير وملفات الجهاز الخاص علاش نقول انا الجهاز الخاص لانه في ملف الجهاز هذا بقضيه رجل شو اسمه فتحي مصطفى خضر وقت اللي تم حجز الارشيف الارشيف هذاك اللي من بعد ولا في علاقه بالغرفه السوداء فما بارتي منه تحالت للقضاء اللي هو حب يحرقه بارتي وبعد تشد ومشى للغرفه ما يعرف بالغرفه السوداء في وزاره الداخليه شنو الاختيار في هذاك مصطفى خضر تلي سي فتحي البلدي مستشار وزير الداخليه سي علي العريض مستشار امن وعلاش ما يحبوش يحكيوا على فتح البلدي اليوم علاش في الدفاع حتى في الوعد يدافعوا كان على سي نور الدين البحيري يدافعوش لانه على ما يبدو الاطراف السياسيه هذوما ما يحبوش يكرسوا على ارض الواقع انه هناك وجود رابط لانهم يعرفوا كون الملفات القضائيه المنشوره ستفضي بالضروره الى وجود علاقه كبيره وتورط للقياده الامني هذا في علاقه بجل الملفات المنشوره شسمه مصطفى خضر كانت من ضمن الحاجات خويا حمزه المحجوزه قائمه فيها قيادات امنيه اسماء
تصور أنت الأسماء هذه تقريبا قبل تعيينها في خطط عليا وسامية في الوزارة بستة شهور، هو يبعث لها مقترح، هو المثال أنا راني فلان تحريت عليه في شأن سي حمزة البلومي شأن سي عصام في فلان، المقترح فماش مثلا حطوه كذا، حطوه مثلا مدير عام وحدة التدخل، حطوه مدير عام الأمن العمومي. أي. بعد ستة شهور تلقى الأسماء هذيك معينة في تلك المناصب. يعني هنا سامحني شنو يولي؟ يولي فضلا على أنه احنا كأمنيين عندنا إدارات عامة مختصة في التحري في الناس اللي باش يتم تعيينها أو باش يتم كذا، ما عادش الأمن وحده يتحرى لأنه ما عندهمش ثقة على ما يبدو في تلك الفترة في الجهاز الأمني. ما أقول لك الأمن مازال مش مضمون والأمن مش مضمون، ولا فما تحريات وفما أعمال موازية في إطار أنهم يلقاوا الناس اللي تكون مضمونة باش تجاري النمط متاع في إطار الغرام تاعو ما يهوى جمع الوثائق وثائق الأرشيف قال هو يلم في الوراق يعاون في الأمن. عاد أنا قلت له راهو يعاون في الأمن الموازي مش يعاون في الأمن الوطني، لأنه الأمن الوطني ماهوش في حاجة يشكون يعاونوا يعني في السياق هذا. هل تتفق ساعة عن شي أسماء أخرى معنية عندها علاقة ساعة اللي هي وقع إحالتها على الإقامة الجبرية فما عدد من الأسماء تقريبا معناها العدد كبير ومرتبطة كما قلت لك هذه هي الدور في هذا الفلك معناها الدور في التسفير قضايا الإرهاب قضايا الاغتيالات السياسية قضايا الإرهاب وبعد تو نرجع على ملف بأكثر تفاصيل وواحد كبير لأنه اليوم أنا متعرف تو واحد حكينا في برشا أمور وكذا ما نحبش ديما نبقاو في نفس الواحد صحيح. اليوم أنا قطعت عهد في زيارة لي المقبرة وقفت على قبر شهيد من شهداء المؤسسة الأمنية وأنا قبل ما ندخل ولا كنت أتكلم حتى شكون عائلته قطعت عهد على نفسي أني باش نقول الحقيقة اللي شفته وقلت وقت اللي قابلت سيد فخامه رئيس الجمهورية الراحل بيجي قايد سبسي وقتها قدمت المسائل هذه ولكن اليوم باش نقولها باش يسمعوا التوانس باش يزيد يقفوا على حقيقة الكوارث اللي كانت تصير وكيفاش تم إزهاق أرواح الأمنيين وتم بتقاعس وتواطئ واللي تتصوروا كله هذا كله باش نكشفوه بالمؤيدات بالوثائق باش نوري كل شيء. بعد لحظات اللي قاعد يحكي عليه عصام الدردوري هو قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو والأمنيين اللي استشهدوا في هذه العملية معطيات حصرية يمدنا بها عصام بعد الفاصل. أنا راجعين حتى الماضي ساعتين حوارنا متواصل مع عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن. مرحبا بك من جديد عصام. مرحبا. بعد شوية اجتماعوا مش نحكيوا على العلاقة بين الأمن والمواطن، الأمن اللي يظهر استعمل نوع من الغطرسة في مواجهة المواطنين، هذه العبارات اللي استعملت في بيان لنقابة صحفيين ومجموعة من المنظمات في اللي صار نهار 14 جانفي وناخو رايك في الموضوع. ولكن قبل نمشي ونحكيو على ملف من الملفات المنسية تو بعد باش نرجع لك على الملفات المنسية اللي هي برشا عصام دردوري فيها أبحاث وفيها كذا ثم من بعد تعرفش شنو صار وين كذا. شمشيوا بعد لحظات نحكيوا على ملف استشهاد مجموعة من الأمنيين في الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو الهجوم الشهير. ولكن قبل في علاقة باللي كنا نقولوا فيها سام دردوري، هل تتفق أن وزير الداخلية اضطر للقرارات متاع الإقامة الجبرية لأنه عجزت وزارة العدل والنيابة العمومية على التحرك في أكثر من ملف مطروح على أكثر من اسم ومنهم زويري كما كنت تحكي، هل تتفق مع هذا الرأي؟ لجوء الوزير للإقامة لقرارات الإعفاء كان لأنه ما تحركتش الملفات القضائية لا الإقامة الجبرية تنجيها قرارات الإعفاء بداية. شوف قرارات الإعفاء أنا قلتها وديما ونعاودها، السيد وزير الداخلية تصوره أنه مشى في انه ياخذ قرارات القرار وبعد يحيل على القضاء ياخذ القرارات معناها على مستوى اداري اي كما نقولوا احنا وهذا يخوله له القانون ثم تاتي هي مع انسان فيهم برشا فيهم قضايا ديجا باش نجيك ما هو زاد حصل لي راهو كان نقولوا برشا فيهم قضايا نولي نقول لك زاد راهو المتهم بريء نحن نعرفه الى حين ثبوت الادانه وما تنجم تاخذ فيه قرار وقت اللي هو يثبت ادانته ويصدر حكم الى نهائي وبات معناها من طرف المحكمه بيه؟ بقى يمكن الصبغه نتاع القضايا
طويلة الناس ليه صبغة زيت صبغة إرهابية مأساس بأمن قومي متاع البلاد معنا ما نش نحكيه ونحن على إنسان ما نعرفش شنو يعمل حاجات باللي مجرد ما تكون حاجات جرائم معناها عندها صبغة الحق العام باللي باش تكون فهمني أما نتصور اعتقادي أنه السيد وزير الداخلية خذاء القرارات هذوما على أساس أنه يحب يبين أنه ماشي في أنه يحيد المؤسسة وبعد الناس اللي هي تمثل المصادر القوة متاع التمكين من الجهاز الأمني والسيطرة على مفاصل القرار لكن زاد هذا يلزمنا نقولوه أنه رأي فما عديد الأسماء اللي تم اتخاذ إجراءات الإعفاء أو الإقالة في حقها اليوم الناس هذه الطالب وأنا والله وأنا داخل حتى للراديو فمشكون يتصل بي معناها على عادي زادها باش نقولها تليفون رئيس منطقة وكذا وتوصل يقول لك راني أنا اليوم ماني ضد أنه تعفيني لأنه ولا تنقلني لأنه هذيك السنة التداول على العمل في العمل الأمني هو من سنن العمل الأمني التداول بقى من حقي ومن حق عائلتي أني نعرف معقول. أنا الأسباب متاع الإعفاء ليش خويا حمزة لأنه راه في النهاية زادة القيادات العليا الكل ولا القيادات الوسطى رأي الأشخاص تزول لكن المؤسسة تبقى لازم القيادات هذه سمحني بعد القيادات هذه لازم نحن نتعاملوا معها على أساس أنهم موظفين ما همش ناس منتصبين للحساب الخاص لأنه الأشخاص تزول تبقى المؤسسة ويزم يكون عندنا مفهوم استمرارية الدولة وهذا هو اللي يلزم يكون في العمل معقول جدا ثقافة المؤسسة يلزم تكون موجودة ملف اللي عنده ملف يتحمل مسؤوليته الكاملة ملف حارق ملف منسي وهجوم عمل ضجة كبيرة وقتها كيفاش هجوم على منزل وزير الداخلية استشهاد لعدد من العناصر الأمنية وفما أسرار في هذا الهجوم عصام دردوري كيف وقع الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو؟ الحقيقة واحد من الملفات اللي والله العظيم سي جراف والله كل شيء هاو قدامي يعني مش نبداش هاك تشوف معايا لأنه يعني الملف هذا أنا قمت بواجبي قدام ربي وقدام عبد وقدام المؤسسة وقدام القانون والكل باش نحكي ديريكت حتى السيد رئيس الجمهورية كما قلت الباجي قايد السبسي وقت ربط بيسيلة بسيفته قايد على القوات المسلحة ليش مثل الأمن القومي وكنتوا من الملف بقى معناه الرجل على اساس بشيخ قرار لكن في التلمانية بعد شهرين معناه العمليه ذيك استشهد فيها اربع زملاء الله يرحمهم رضا الشابي شهيد نيثر العيادي شهيد حاتم العجيلي شهيد علي الغذباني اغلب الامنيين حديثي الانتداب ناس هذوما فيهم شكون كان ملحق ونحييو رجال الشرطه البلديه كان ملحق شرطه بلديه جابوه حطوه يشرف على الفريق المكلف بتأمين وزارة مقر إقامة السيد وزير الداخلية شرطة بلدية يشرف شرطة بلدية على التأمين أي؟ ممكن بشي يسمعوه التوانسة تو واني نحكي وانا وقدامك الكاميرا نتيجة الأبحاث هذه نتيجة الأبحاث الإدارية اللي أنا سلمتها الجهات الرسمية معناه بشي يقولوش لي أنا تسطرت ولا واحد واجب الإشعار راني أنا حتى تو قاعد نمارس فيه مي. شوف الأبحاث الإدارية شنية تثبت علاش نبعدش نقول لك انا رجعنا القرار اللي حاله اللي خذاه السيد وزير الداخليه مؤخرا في شو اسمه سيف الدين عبد اللطيف اللي هو دخلت ابو عياض كان مشرف على التفقديه العامه للامن الوطني كما زاد رياض بلطيف اللي اشرف على الاداره العامه للتكوين واللي هو زاد ولد عمه ابو عياض كنا تقريبا كنا جداد شويه كان ابو عياض رزن تريف وما مشاش هذا سلاح ضد الدوله نشد وزير الداخليه عادي تلقاه ماهيش كان شويه صبر واستعجل اللي زرب شوف باش نقول لك الملف هذا اولا معلومه نقولها لك ثابتها كل شيء قدام انه الهجوم بل ثلاثة شهور كانت كل المعلومات متوفره بشأن الهجوم على منزل الهجوم على استهداف الافراد المكلفين بحمايه منزل السيد وزير الداخليه الناس اللي استشهدت دمهم في رقبه كل واحد كان عنده المعطيات علاش لانه الوحدات الامنيه بالقصرين تولت القبض على ارهابي نزل من جبل ارهابي ارتيبي الإرهابي هذا في الاعترافات متاعه أكد قال أنه كلفه مراد الغرسان للإرهابي باش يقوم برصد مقهى شقيق سيد وزير الداخلية مقر إقامة سيد وزير الداخلية وخاصة
قالوا له تركز على أفراد الحماية اللي مكلفين بالحراسة. معناها الجهات الأمنية كانت تعرف في تلك الفترة كل شيء قبل ثلاثة شهور. إيش بيش يصير؟ والمعلومة هذه وصلت لهم دونك بما أنه سدوه السيد واعترف. لا وصلت على مستوى. وصلت على مستوى. السيد أكد وينص قالهم رانا جايينكم والهجوم راهو بيش يصير. ينسيستي هاو التعامل كيفاش كان؟ كيفاش كان؟ إيه. أولاً سعى رئيس مصلحة المصلحة الجهوية المختصة مكافحة الإرهاب في تلك الفترة تاريخ 27/5/2014 بماذا يفيد حمزة؟ ماذا يفيد؟ يزم الناس توانسة اليوم يفهموا كيفاش كان يدار ملف الإرهاب على امتداد السنوات هذوما؟ كيفاش أولادنا؟ مش أولادنا من يذكرون شبابهم كيفاش أولادنا كانوا يموتوا ويستشهدوا؟ هذا يزم نقولوه لأنه للتاريخ دم أولادنا في رقابهم وابش يقولوا شوف رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب بش يقول لك مؤكداً أن جميع المعطيات المتعلقة بالمجال الإرهاب بعد ما يتبحث ويحكي التفاصيل وشنو العمل اللي يقوم به والرجل يبدو أنه قام جهود جبارة إيش يقول مؤكدا أن جميع المعطيات المتعلقة بالمجال الإرهابي يقوم بتبليغها فورا إلى إدارة مكافحة الإرهاب اللي في الفترة ذيك مدير عام مصالح مختصة محرز بيل علاش قلت لك كل مربوطة ببعضها غير أنه شنو لم يتلقى الرد بشأن طريقة التعاطي معه يعني عندك رئيس مصلحة نتاع مكافحة الإرهاب في ولاية اللي هي شهدت أغلب العناصر العمليات الدموية اللي هي القصرين الراجل يقول لك راني أنا نبعث في المعطيات ونقوم بواجبي لكن الإدارة ماهيش قاعدة تجاوب فيه أكثر من هذا الأدهى والأكثر والأمر قال الراجل وقت اللي عرفوا أنه الهجوم وقلنا بش يصير فما ناس اصحاب ضمائر حي وكل واحد باش نعطيه حقه راه وفما شكون من الناس اللي خدم خدمته اليوم فما شكون مثلا تحال اعتقاد الوجوبي باش نقولها كان فما حاجه اخرى خلينا نعرفوها انا مالي قيصر لقيصر ومالي روما لروما يا حمزة مانيش باش نجامل حد كل واحد عمل مسؤوليته ما هو الاخطر شنو يقول الاخطر شنو هو انه الاقليم الامن الوطني مدير الاقليم في تلك الفتره وقت اللي سيعرفوا الهجوم باش يصير والاداره قاعده على مستوى مركزي إدارة العمليات المركزية تبعث له وتقول له خذ الاحتياطات شعمل وردت على التاريخ سي ذي المدير الإقليم عقد اجتماع عمل جلسة عمل بمقر الإقليم بحضور إطارات أمنية وتم الاتفاق بين جميع الأطراف والإمضاء على محضر جلسة على أن يكون التركيز الليلي لحراسة منزل السيد وزير الداخلية شوف اسمع ناس بتاريخ بتعداد 1+12 عدد 4 عوان فرقهم كل واحد في بلاس إلا أنه هاي الكارثة بتاريخ 31/1/2014 صار عاود عقد جلسة عمل ثانية بمقر الإقليم شكون أشرف عليها مدير الإقليم بحضور الإطارات الأمنية دون شوف دون تشريك نحا رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب القسري اللي كنا نحكيه عليه اللي أعطاه المعلومات اللي ديما يعطي في المعلومات نحو ما خلوهوش يحضر ورئيس المصلحة الجهوية المختصة بالقسرين نحو ما خلوهوش يحضر علاش به وذلك بهدف تدعيم الاحتياطات الجلسة معمولة باش يدعموا الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين مقر إقامة السيد الوزير إيش دعموا ترى؟ إلا أنه في الحقيقة هذا يرى مش كلام عصام الدردوري هذا كلام أبحاث وثائق رسمية ذي محاضر في الحقيقة شنو يقول إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم تدعيمها بل تم التخفيض في العدد المعتمد كانوا 12 قشولة في المعتمد حيث أصبح التركيز يضم 1+6 كل ما يقرب الهجوم الجماعي نقصوا في التعداد متاع المقر الحماية هنا أخوي جاوبني أنت ليه أنت مثال جاوبني سي مراد رتيبي الذي أفاد أثناء إيقافه وبعثه في فرق الشرطة العدلية بالقاسرين بتاريخ 14/2/2014 أنه تم تكليفه من قبل إرهابي فار مراد غرسالي بمهمة مراقبة مقر إقامة سيد وزير الداخلية والسيارات التي تتردد عليه لتفخيخ إحداه وتفجير أمام المقر أبقى مدير الإقليم تركيز على ما هو عليه ولم يقم بتدعيمه من حيث الإمكانيات البشرية والتجهيزات بما يستجيب للتهديدات الإرهابية علاش قلت لك أنت بكري قلت لك راه فما شكون خدم خدمة وتم إحالته اعتقاد وجوبي تو وهنا أنا باش نتسائل وفما شكون زادة قصر وطواطة أنا نعتبره باش نوريك زادة وثيقة رسمية وتم إحالته اعتقاد الوجوبي وهنا يلزم نفهم وأنا نحب نفهم علاش تو واحد في ملف كيف هذا عندي أنا نقرأ له هنا وثيقة رسمية حوسي بارغ هو عمل خدمته كان عمل حاجات أخرى ولا والآخر طواطة أو بالتالي في حقه هذه الإحالة معقول قلت لي العملية هذه كل وقت اللي تجي المعطيات فما ناس قاعد تتلاعب كما شفت تهيئ للعملية يعني واضحة واضحة
فما شكون اللي وقتها اللي كان شاد زاد مدير عام الأمن الوطني العقيد زهير الصديق اللي تم إحاطته على تقاعد الوجوبي أمير لواء طرف خطر الجمهوري كل صفته مدير الدار المركزية للعمليات في 2000 وهاي في 29 أكتوبر 2013 تم توجيه مكتوب مشى المتفقد العام للأمن الوطني شو يقول له؟ يقول له في نداء تدعيم الاحتياطات الخاصة بتأمين مقر إقامة السيد وزير الداخلية بمدينة القصرين المطلوب كلهم فيما يخص إجراء ما يلي بداية من الوصول هذا إليكم. أعطاه شنو يلزم يعمل؟ لكن رفع في درجة التيار التنشيط في مجال الإرشادي إعداد دراسات أمنية معمقة حول كيفية حماية وتأمين مقر الإقامة ومحيطي بالتنسيق بين مختلف الوحدات تدعيم التركيز المعتمد بين مقر الإقامة كذا كذا. في الآخر وش يقول له على المتفقد العام؟ يقول له إجراء تفقدات فجائية وموجهة للوقوف على مدى جاهزية الأعوان وتطبيق التعليمات ورفع الإخلالات إن وجدت حتى يتسنى العمل على تلافيها. أعمل كيل تيست معناه. إيش عمل هو؟ إيش عمل؟ أوكي حتى الضبط ما ضبطتش جي عمل في وتعدى على روح ولم يطبق الإجراءات. عمل في وقتاش هذي قبل قديش من الهجوم عيسى؟ أيامات يعني شنو صار؟ ريت كان مشان متفقد العام قام بالمراقبة وقام أرسل فريق بتاع تفقد رام وقفوا على كونه اللي طلبته العمليات المركزية راهو كل ما تمش الأخذ بيه وما تمش وضعه بالتالي كانت تنجم تصير التدارك راهو راهي فما اقتراحات في ذات السياق فما تعرف إيش كانت مربوطة منطقة متاع حرس كان يحطوا فوق منها نقطة فوق منها خاطر هي بلاصة عالية ينجموا كيبدوا جماعة هابطين يشوفوهم الأمنيين ويبادروا بتاق النار حتى النقطة سحبوها. معناها اليوم أنت تحكي لي تقول لي تقول لي قضايا وملفات خطير ومنسية جدا. معناها عصام خلنا نحوصل وقل لي كاني غالط وصلحني. هاي تفضل هاي. يعني كان في بالنا قبل بثلاثة شهور أنه فما تخطيط وترصد لمنزل وزير الداخلية ثابت وأكيد. هذا مش كلام أنا وكلامك أنت هذا كلام مسؤولين في مسؤولين في التحقيقات. اثنين كتحضير للتصدي لهذا الكلام الثابت طبعا بعد نعطيك المقترح الإداري ايش قالوا لهم على فكرة المفروض كان تدعيم الحراسة وهذا اللي قرر في فترة أولى ثم حد ما يعرف علاش تبطل القرار والناس اللي جابت المعلومة متاع أنه فما هجوم إرهابي على منزل وزير الداخلية اتنحات ما حضرتش في الاجتماع صحيح. وعملنا اجتماع حطينا فيه شطر العناصر الأمنية ثم كل هبطنا التعداد وكل مقترح لتدعيم والتحصن ضد هذا الهجوم المحتمل ما تعمل منه والو ما تعمل منه حتى شيء وحتى اللي تطلب منه قالوا له برا امشي اعمل تفقد ولا كلف الاعوان واللي طارات اللي تابعينك باش يتفقدوا عمل فيو وتعدى هني قلت لك انا فهمتني اكثر من هذا الناس اللي خدمت في بعد الابحاث والتحريات للامانه باش كل واحد ياخذ حقه للتاريخ ناس خدمت بعمق وبجديه اش عملوا طلبوا في الاخر من المتفقد العام قالوا له احاله ملف الحال ومرفقاته على النيابه العموميه لاجراء الابحاث اللازمه في شانه من اجل التقصير الفادح في القيام بالواجب وعدم الانجاد القانوني اش عمل المتفقد العام طلب تعديل المقترح بدلوا احاله كل من فلان فلان مدير اقليم الامن الوطني بالقصرين سابقا وقتها رئيس المنطقه وكذا احالتها مش نوع على مجلس تاديب للشرطه الوطنيه بحاله مباشره لو فهمت اللي شنو اللي صاير هذه ناس تشوف الجرائم معناها شيء معناها جرائم ناطقه ثم تحمي الجماعه تحمي ما هذاك علاش اليوم سامحني انا علاش راه قلت مثلا راه زوير صديق في الملف هذايا خدم خدمته ورجل ربي وجهه خير وبقى تحال اعتقاد وجوبي فما شكون هنا في نفس الملف تحال اعتقاد وجوبي ما خدمش علاش انا قلت اليوم ما يلزمناش نحطوا نفس الناس الكل في سله واحده كان فما عباد عندها ملفات تفهم فيا يلزم اليوم نوضحوها باش الناس كلها نعطيك من الاخر باش الناس الكل ما تتسماش على انها خرجت صحيح. في خروج نتاع كونها مورطه في لها عمليات وفي ضربين استقرار البلاد واستقرار المؤسسه عصام دردوري رئيس منظمه تونسيه الامن والمواطن ما زلت معانا ناخذ فاصل سريع وانا راجعين ملفات كبيره ومعطيات حصريه يقول فيها عصام الدردوري رئيس المنظمه التونسيه الامن والمواطن في ملف الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو معطيات في ملفات أخرى ما زلنا باش نرجعوا لها بعد شوية ملف الجهاز السري ملف اغتيال الشهداء وغيرها من الملفات زاد الواقفة اللي ما نعرفوش عليها وين وصلت ما زال معنا عصام ويلتحق بينا أول ضيوفنا لليوم جاوب الخبراء
وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. النقابة الوطنية اللي مع 20 منظمة وجمعية أخرى أصدرت بيان البارح بعد اللي صار من أحداث في شارع بورقيبة 14 جون في ذكرى الثورة بالنسبة لبرشة توانسة. بيان تعتبر فيه ولا تعبر فيه على سخطها، هكا يقول النص، من القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين نهار الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية. كيفاش كان التعامل الأمني مع المواطنين والصحفيين وعليش رجعنا لتعامل قمعي بالطريقة هذه؟ وجيه الوافي ذن عضو المكتب التنفيذي لنقابة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مرحبا بك وجيه. مرحبا حمزة، مرحبا بضيفك عصام، مرحبا بكل مستمعي موزايكا فام. الله يخليك. إذا تعامل وصف بالتعامل القمعي البوليسي اللي استهدف المتظاهرين، وبالتالي رجعنا للقمع هذا اللي عينتوه وجيه على المواطنين وعلى الصحفيين. كيف كيف جيستومون حمزة، حبيت نبدأ من الاعتداءات اللي صارت على الصحفيين، خاطر احنا في نقاب صحفيين انت تعرف معنيين اكثر بالصحفيين اللي يخدموا التيران، ويعني منطلق دور نقابة الوطنية صحفيين تونسيين كمنظمة وطنية اليوم، يعني جاء البيان هذا في سياق هو نفس السياق لكن سياق خلينا نقوله أوسع. اللي صار في نهار 14 جان في قطع نظر على يعني عيد، ما هوش عيد، ما ندخلوش في التفاصيل، يعني نحكي احنا نحكي اليوم على اعتداءات. اعتداءات صارت على الصحفيين وعلى الصحفيات، اعتداءات بالضرب، اعتداءات بالافتكاك يعني الماتريال ادوات العمل وهذا موثق. هذا ما كانش موجود حكايه فكينا ناقص تو يمكن نرجع اكثر ولا هو اخزر لي باش يعني باش نسبوا الامور وباش من يعني من نعموش، هي الممارسات هذه موجوده. احنا موقفنا في نقابه الصحفيين من قبل من قبل 25 جويلية ومن قبل انتخابات 2019 ومن بعد الثورة، حتى من قبل الثورة موقفنا ثابتة في الاتجاه هذا، لكن الوتيرة متاع الاعتداءات ماشية وتتصاعد. الغريب في الأمر حمزة أنه احنا كانت عنا جلسات مع وزارة الداخلية بعد كل تظاهرة تصير، بعد كل اعتداء يصير، نجلس مع وزارة الداخلية ننسقوا عمل الصحفيين خلال المسيرات هذه والتظاهرات هذه، لكننا نفاجأ بعد المسيرات هذه بال يعني بالانتهاكات وبالاعتداءات. كانوا مسارش اجتماع ومسارش شيء. يعني احنا نتفقوا مع وزارة الداخلية ان الصحفيين باش يخدموا مثلا في تير كونديسيون مع الامنيين وراء الامنيين كذا، ويلبسوا الدرسة متاعهم ويستظهروا البطاقات المهنية متاعهم المحترفة، لكن الاعتداء يصير على الصحفيين اليوم، يعني هما صحفيين باينين اللي هما صحفيين باينين هما يعني من الدرسار نتاعو من البطاقه نتاعو ومن التمركز نتاعو في المسيره باينين هو صحفي. احنا اليوم ومتالش ما نقول ما فهمناش احنا بيدنا، خاطر اليوم احنا توا ان شاء الله الجمعه الجاي باش نزل يعني باش تصير جلسه مع مسؤولين في وزاره الداخليه، ونحبوا نفهموا علاش كل مره، خاطر كل مره يقولوا لنا هذه تصرفات فرديه، تصرفات منعزله ما عندهاش حتى علاقه، ما هي سياسه وزاره، لكن الشيء هذا قاعد يتكرر وقاعد يتعاود وقاعد يعني الوتيره نتاعو تزيد. يعني غريب الحق غريب، انت كتقول لي انت هذه تصرفات فرديه، نقول لك انا اليوم نعرفك انت صحافي ونخزر لك لابس دوسار واستظهرت بالبطاقه المهنيه واعتديت عليك وفكيت لك تليفونك، يعني وصلنا زميله صحفيه تفك تليفونها وتحل تليفونها ويعني تم الاطلاع على رسائلها الخاصه وعلى الصور نتاعها. يعني ما نحبوا نفهموا اليوم احنا وزاره الداخليه اليوم مسؤولي وزاره الداخليه اللي امنوا المسيرات هذه قبل المسيره وبعد المسيره، يعني خاطر احنا انا ما نتعاملش اليوم مع الامني في الميدان، هو يخدم على روحه اكيد، هو يخدم على روحه كيما الصحافي والتعليمات. لكن اليوم غريب مش هكاك من راسه مش من راسه يضرب الصحافي، هو يخدم على روحه كما الصحافي اليوم يخدم سير تيران كما الامني يخدم رئيس تيران عنده وظيفه يقوم بها، لكن انت تعتدي على صحافي، هو الصحافي يخدم على روحه، ما هو جاي لا جاي باش يظهر لا جاي باش يسند فلان لا يسند فلان، هو جاي باش يوثق باش يخدم على روحه ينقل صوره ولا ينقل صورة يعني الرأي والرأي الآخر. نحكي على الصورة توا وجيه الوافي، صحيح النقابة تحكي على الصحفيين بالأساس، ولكن زادة كان عندها موقف في اليسار حتى المتظاهرين والثقة والصحفيين وثقوا تعامل بوليسي قمعي مع المتظاهرين. جيستومو حمزة هذا دور الصحافة اليوم، دور الصحافي اليوم انه كيابة المسيرة وإلا يمشي ليفينمون يوثق
يعني اللي يصير الكل سواء خايب والا باهي راهو هذا كل لازم يتوثق. احنا شفنا فيديوهات اليوم في يعني هبطت بعد المسيره هذه ثم امن اعتدى على مواطن في بكف يعني بطريقه مهينه بصراحه. هذا وثقوا صحفيين الشيء هذا اليوم واحنا في نقاب الصحفيين كمنظمه وطنيه ما نجموش نكونوا في معزل والا في منأى على اللي قاعد يصير اليوم من انتهاك لحريه الافراد من الاعتداءات اللي تصير على الافراد بقطع نظر وعلى اللي صار وعلى شكون هبط وشكون ما هبطش. هذا حق التظاهر مكفول أكيد. بالدستور وهذا مكسب يعني بعد 14 جانفي راهو مكسب كبير وحريه التعبير راهي مكسب كبير وراهو اليوم كان يعني صار ريكول في 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 حريه التظاهر وفي حريه التعبير وفي حريه الراي راهو متاكدين اللي راهو باش نمشيو في طريق خايب. قبل ما نختم واجي ما هو المطلوب؟ المطلوب اليوم حمزه من وزاره الداخليه ومن السلطه الحاكمه اليوم بقطع النظر واحنا ما نحكيوش على رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه لانه هذه ممارسات كانت صارت مع حكومه المشيشي وشيت. اليوم المطلوب يا اخي وضحوا لنا موقفكم وخلينا نتعاملوا معامله يعني مهنيه كاحنا كصحفيين وانتم زاده تعاملوا بطريقه مهنيه وخاصه ان نحكيوا على امن جمهوري نحكيوا على امن اليوم أما يعني امن القرب شرطه القرب خلينا اليوم الكرسوها بالفعل مش بالكلام. بالكلام شكرا وجيه الوافي عصام دردوري الكلام اللي يقول فيه وجيه لحد لين ما فهمناش علاش كل مره تحسها كي الدورة تعاود ترجع مره اخرى وانت رئيس المنظمه التونسيه الامن والمواطن انا نحس انه البوليس مسكين بين ظفرين هو جيه تعليمات بعض اصحاب التعليمات يقول لك راهي تجاوزات فرديه قعدنا في هالمعبوكه في هالحلقه المفرغه نتحسنوا شويه وبعد نعاودوا نطيحوا الى أدنى الدرجات معناها في طريقة التعامل تعامل بوليسي قمعي بامتياز المرة هذه نهار 14 جون في شنو رأيك عصام؟ شوف حمزة أنا ساعة نعبر على تضامني وهذا مش موقف اليوم الأولاد كل يعرفوا موقفي تعرفوا ناس ديما ثابت عليه موقفي وتضامني مع الصحفيين اللي يتعرضوا للاعتداءات ولا اللي يتعرضوا وأنا من المنبر هذا نقولها كل إنسان لازم يتحمل مسؤوليته اللي ثبت أنه ارتكب تجاوزات تكون تجاوزات كما قلنا تكون عمل معناه ممنهج ولا كذا تحمل مسؤوليتك ما تقوليش مبعد راه كذا خاطر ما فهمش شكون قال لك برا اخلط على الصحفي هذاك اضربه ولا فكله ولا عمله انت تحمل مسؤوليتك عملت فعل مجرم القانون يعاقب عليه تحمل مسؤوليتك فيه كان تولي العمليه فيها تعليمات وتكون واحد وقتها تو نجموا نحكيوا وتو نخوضوا فيه يعني هذا من حيث المبدا قا راه فما مساله هي ماهوش تبرير اليوم توا تعرف حمزة احنا انه القانون عدد 4 لسنة 69 هذا القانون يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمع الامني في التيران كما الصحفي يخدم ويلزم الامني يسهل له خدمته كما الامني يخدم والناس كل يلزم تسهل خدمة بعض هو اللي صار انهارتها شنية كونه فما قرار بمنع التظاهر القرار هذا مش وزير مش الامني مسؤول عليه هذا قرار صادر على من له النظر سواء كان في علاقة بالمجلس الوزاري اللي صار في علاقة بالتطورات بالكوفيد والكل بغض النظر ومن عمشي وش خلفيات حكيت أنا مش مخول بش ندخل فيها وقرار صادر على السيد الوالي أي كناس تهبط وخالف القرار نكسروا لها كريمها معنا مثلا لا وانا قلت لك هذا مرفوض أمام خنجيك وقت اللي تصير عملية وقت اللي يصير التجمهر يصير التجمهر الأمني بالقانون قانون عدد 4 مطالب لأن وقتها يصبح التجمر غير قانوني ما عادش نحكيه على التجمر كحق معناه وقتها متفهمين. لأنه فما قرار منع الباب الثالث في القانون عدد 69 يعطي للأمني كيفية التدخل خويا حمز في الفصل 15 يقول لك يشتت التجمهر بالقوه من طرف اعوان الامن طبعا القوه المشروع اللي تحتكرها الدوله مش بالعنف الغير مبرر بعد ان يكون ممثل السلطه المختصه الذي له صفه الضبط العدليه والمرتدي زي النادي الحرب شعر معناه يتدخل شنو من الاول يعطي الاشاره يقول راه متفرق وراه هذه مساله راهي غير قانونيه والكل بقى وقت اللي ما يمتثلش يمر إذا وجد في الفصل 21 إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق أو نص على المشرع رغم الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون فإنهم يستعملون بالتدرج طرق التالي لتشتيتهم فما 4 طرق أول طريقة اللي هي الرش بالماء أو المطاردة بالعيسي توصل حتى راي للرمي بالرصاص على الأرجل نحن بقينا في مشاو الولاد في الرش بالماء الرش بالماء غيرنا رش بالواحد في وقت في تعليمات سياسية ضربوا بالرش كريمه مش بالماء بقى انه لهنا حتى في تطبيق القانون
ما عندكش السلطه نتاع الاجتهاد كبيره باش تخرج على النص. طالما حاجه ممنوعه يقول لك راك انت باش تفرقها سي باش تفرقها. حاجه اخرى راهو التفريق بأي طريقة يتم زادة رغم انه الامني المسؤول الميداني عنده السلطه التقديريه يقدر الامور. بقى احنا اكثر من هذا يتم وتم اعلام ممثل النيابه العموميه التجاوزات اللي تحدث واضح. والاعتداءات اللي تصير كما صارت على الصحفيين راهو كل انسان يتحمل فيها مسؤوليته. والامني ماهوش بمنأى على المسائله سواء كانت الاداريه فما تفقدية وزاره الداخليه وفما كذلك القضاء. شكرا كل عمل يخلص. عصام دردوري ما زلت معنا في الساعه الثانيه. شكرا مره اخرى وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي النقابه الوطنيه للصحفيين. حوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين مع ضيفي اليوم عصام الدردوري رئيس المنظمه التونسيه للامن والمواطن. اهلا وسهلا عصام مرحبا بك من جديد. مرحبا. ملك جلاصي في الاعداد مروان بن عمار في الاخراج نضال عضاضي في الإخراج الرقمي. ساعتنا الثانية بعد شوية باش نستقبلوا فيها واحد من المشاركين في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية. نحكيه على أحمد شفتر عضو متطوع في فكرة البناء القاعدي زاد للرئيس بعد انطلاق الاستشارة الوطنية اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية. استشارة بدأت البارح شاركوا فيها حتى التو أقل من 20,000 مشارك. ليس هذا برقم هزيل يعتبر بعد الانتظارات الكبيرة اللي كانت من هذه الاستشارة في يومها الأول؟ المفروض نسب قياسي هكا عادة يصير. شنو هي الاستشارة؟ علاش تعملت؟ علاش فما نوع من البرود في المشاركة فيها؟ أحمد شفتر بعد شوية معانا ومع ضيفنا عصام الدردوري. عصام كنا نحكيه على ملفات حارقة ملفات حساسة. حكيتنا على معطيات خاصة وجديدة وخطيرة في ملف الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو. جملة من الملفات اللي تعكس وضع عام كان وقتها في البلاد موجود حتى لليوم. ملفات مطروحة برشا منها مطروح ولكن حتى واحد فيها ما تعدى لي موصل إلى نهايته. ملفات بالعشرات ربما بالألاف اللي لم ترى النور. برشا قالوا أنه قرارات وزير الداخلية داير هو بيدو قالها جات من هذا المنطلق. الإقامة الجبرية بعيد على الظروف والطريقة اللي صارت فيها اللي غطات على أسبابها كانت همزوز شخصيات أساسية. خليني نقول أساسية نور الدين البحيري وزير العدل السابق تحكي عليه برشا. القيادي النهضاوي آخر لكن ما تحكيش عليه برشا. هو أقل ظهور رغم نفوذه من سنوات عندكم في وزارة الداخلية هو فتحي البلدي. خلينا نسمع ساعة وزير الداخلية توفيق شرف الدين كيفاش فسر هذه الإقامة الجبرية. لماذا قررها؟ علاش كان لازم اتخاذ قرار الإقامة الجبرية؟ علاش نسمع توفيق شرف الدين في الندوة الصحفية اللي قام بها؟ قرار الإقامة الجبرية هما قرارين في حقيقة قد اتخذ بتاريخ 30/12/2021 وتم تنفيذنا الغد. تعلمون أيضا أو على رجال القانون يعلمون أكثر منا أيضا وأنا قررت الإقامة الجبرية يمكن أن تكون وأن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف من أمور أو معطيات أو أخبار قد تتعلق بشخص أو بأشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام. فأولى وأحرى أقول أولى وأحرى إذا كان الأمر ينطوي على وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية إلى أن يطعن فيها بزور. كما أن قرارات الإقامة الجبرية لم تكن من عبث هذا أولا بل وأيضا كانت تستند إلى نص قانوني نافذ. نعطيكم فكرة صغيرة بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية أن تصبي عليهم الوصف السليم. ثلاثة جانفي حكي هكا وزير الداخلية توفيق شرف الدين اللي قال أنه استنى القضاء لكن ما فما حتى شيء. نسمعوا كيفاش قدم هذه الفكرة. انتظر ولكن تعطلت الإجراءات القضائية وأنا أعلم كل العلم أنه لم يكن هناك أي داعي قانوني لتعطلها. ومع توارد معلومات عن بلوغ خبر الأبحاث الخطيرة إلى علم عديد الأطراف وانسلاق تحركات غريبة ومتعددة أثار الأمر لدي أكثر بجدية مخاوف من القيام بعمليات رد فعل قد تمس بأمن البلاد خاصة في هذا الظرف الزمني المعلوم في شهر جانفي وفيفري.
شخصية غامضة فتحي البلدي قبيلة حكيت عليه انت بيدك هكا ما خذيناش برشا تفاصيل. عصام دردوري شخصية لكن عندها نفوذ كبير كان عندكم في وزارة الداخلية من الثورة من 2011 بعد ما رجع للوزارة بعد ما كان خارج الوزارة وكان طبق عليه حكم قبل الثورة. من هو فتحي البلدي؟ باش نجيك فتحي البلدي باش ميكرو اي فقط لازمني في علاقة بالقرار الإقامة اي الإقامة الجبرية انه الفصل 5 من الامر عدد 50 سنة 78 يقول انه يمكن لوزير الداخلية ان يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية او ببلدة معينة موضحاش أي. اي شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني عليه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق هذا النص وتعرف القانون يقول لك النص ثم النص ولا شيء غير النص به. بقى انه سيد الوزير وقت لي في الندوة الصحفية عبر على انه قال انه القرار هذايا ما كانش من عبث أي. يعني اشارة واضحة انه هناك قرائن وإثباتات ومؤيدات أي. وقال أيضا كلمة مهمة اللي هي مخاوف من ردة فعل على أساس أنه فما ملف مفتوح هو الملف هذا تقريبا من سنة 2017 يتعلق بالجوازات وغيره ولا. من أحد من الملفات المفتوحة وبشرته الوحدة الوطنية لأبحاث في جرائم الإرهاب بالجورجاني ومحلول من فترة السيد مدير عام الأمن الوطني السابق سي كامل جيزاني وكل السيد وزير الداخلية وقت اللي يحكى بين أنه فما إمكانية متاع ردة فعل للناس اللي هما مشمولين بالبحث بالتالي يخول له القانون باش يمشي في الإقامة. في, الـ في, الـ في الإقامة الجبري به. باش نرجع لك توا على المسألة اللي سألتها في علاقة فتح البلدي احنا تعرف يا حمزة بالنسبة لفتح البلدي هو أمني تم عزله فترة التسعينات تعرف فما مجموعة الأمنية وفما مجموعة العسكرية اللي ثبت كونها ضالعة في التخطيط لانقلاب على الرئيس الراحل زي العبدين يعني تم عزله لأنه في المجموعة الأمنية اللي تقال أنها وقتها تابعة لحركة النهضة ثبت أنه وقتها هو يخدم في مصلحة من المصالح الأمنية ثبت أنه يسلم في وثائق لأحد العناصر وأحد الإدارات الاختصاص دارت الأبحاث الخاصة بدار عام صاحب متصة فطنت له وتم الحكم عليه وتحكم حتى 15 سنة تحكم وتسجن بعد 2011 مجرد وصول حركة النهضة للحكم وخاصة تعيين السيد وزير الداخلية الأسبق علي العريض في تلك الفترة عاد فتح البلدي ولكن عاد بشكل يعني قوي وغريب ومريب. علاش؟ لأنه أولا السيد حظى بالحظوة وهذا من حقه الوزير يحط لي حب عليه لكن فتح البلدي ما كانش أكفأ الأمنيين اللي موجودين في الوزارة وقتها نحكيه على معيار الكفاءة والنزاهة عاد 15 سنة بعيد على الوزارة باش نجيك يعطيك صحة معناه ما هوش الأكفأ باش نحطوه مستشار حطوا سي علي العريض مستشار علاش ديما كالأقربون أولى بالمعروف أكيد وإنه هو باش يكون أكثر ولاء خاصة نحن حكينا بكري قلنا راو الإشكال والهاجس الكبير اللي كان لهم وقتها وذاك علاش خلاهم يمشيوا في إطار بسط سياسة ما يسمى بالتمكين وسيطر على مفصل القرار في عدد المؤسسات كما العدو أما خلينا تو في الداخلية لأنهم كانوا يعرفوا أنه الأمن مش مضمون مش وهذا مضمون. قالوا رئيس الحركة قال أنه الأمن والجيش مش مضمون خايفين. يعني حبوا يجيبوا شخصيات اللي هما يدينون بالولاء التام للحركة باش يسهلوا عملية شنو العملية متاع السيطرة على مراكز القرار في الوزارة لأنه فتح البلدي وهذا يقولوا فتح البلدي شنية مهمته كان هو علاش قلنا الفاتق الناطق في الوزارة تقريبا ما كانتش فما إعفاء أو تعيين يصير داخل المؤسسة الأمنية بدون ما يمر على فتح البلدي وتكون الكلمة الفصل اللي هو فيه يعني العملية كيفاش كانت تتم أغلب القيادات الأمنية قول أغلب أنا ما نقولش كلها يعني الناس اللي مشيت في الولاء والطاعة باش يوصل يتعين ولا باش يتقلد منصب مهم كان لابد أنه يمشي ويؤكد ويثبت فتح البلدي من ولائه للحركة بدرجة أولى وهذاك علاش أنه الناس وقتها في البريود هذيك اللي يتم انتدابهم كما حكينا بكرة عن الملفات والكوارث اللي كانت تصير ما كانتش الكفاءة هي المعيار الأساسي الأول بالعكس كان الولاء هو 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 الشرط الأساسي والضروري وقت اللي تحكي فتح البلدي راك تحكي على معناها المنسق رقم واحد بين القيادة الأمنية والقيادة السياسية حتى لحركة النهضة تحكي فتح البلدي راه اليوم أكثر من 60% مكالمات بين مصطفى خضر موجودة في علاقة بالوارد والصدر على شرائح اللي يستغلها شو اسمه مصطفى خضر هي بينه وبين فتح البلدي معناها مش تعرف انت قيمة ووزن الشخصية هذية وكيفاش كان رابط عنصر اتصال وعنصر ربط هام وهمزة الوصل
بين الجهاز الأمني اللي يخدم اون باراليل للمؤسسة لأنه والجهاز اللي يخدم والأشخاص اللي يخدموا داخل الجهاز الرسمي. فما ناس يسألوا يقول لك خي شنو هو الأمن الموازي؟ شنية هي هالحكاية هذه؟ راو غزلي راو في وقت من الأوقات كان شنو صار؟ وقت اللي ناس ما عندهاش ثقة في مؤسسات الدولة، وقت اللي ما ينجموش يعملوا يعولوا تعويل كلي على أبناء المؤسسة في أنهم يخدموا الأجندات الخاصة ويتورطوا في ملفات من قبيل هذه الملفات نتاع الإرهاب والتسفير وهو شنو يعمل لك؟ يجي يحدث لك مع قيادة أمنية موازية تكون هي اون باراليل للقيادة الرسمية. يعني فما قرارات يعني هو مستشار مثلا، هو في المفروض مستشار ما عنده حتى صلاحية هكا ولا مستشار يعطي راي لوزير الداخلية. مش كان هو راو كان زاد الطاهر بوبحري وكان تيارة كانت تشكيلة يا راو هو فريق كامل، لكن الفريق هذاك يخدم ما خدمش لغاية انه يطور الاداء الامني ويصلح سيناريو. انا مانيش نحكيو اليوم على ضرب صحفيين ولا كان غيرون الترسانة القانونية وكان عملوا كذا ولا يقولوا معطيك بالصحة. هم اش عملوا؟ حبوا يخدموا خدمة وخدموا خدمة باش يحولوا المؤسسة الى ملك خاص باش المؤسسة هذه الامنية. معناه احنا كنا نعتقد انهم هما سوا ديزون بين ذفرين، يقول لك احنا تضربنا قبل من النظام البوليسي انه النظام اللي جاء وانه وقت اللي وصلوا للسلطه في بالنا انه المؤسسه دي باش ينقاو بها على التوظيف. بالعكس هما زادوا غرقوها في التوظيف. وهنا يجي الربط مع الجانب القضائي يا عصام دردور، يعني نجم نقول لك هذه التجاوزات وعمل له هذا كلم وكان يكلم في مصطفى خضر وكذا، وبعد نقول لك به هين هي الملفات، أين هي ملفات الجهاز السري؟ هو سمعني أين هي ملفات الوثائق؟ أين هو ملف الشهداء؟ أين هي ملفات التسفير؟ وين الملفات؟ وين القضايا؟ نحب نقول ويني؟ باش نجيك أخي، أنت توك تقول لي مثلا في ملف مصطفى خضر، أنت ملف مصطفى خضر أخي تعرف لشكون تحال وقت اللي تشد الموضوع؟ لشكون تحال؟ موضوع وقت اللي طاح في البريود هذيك وكشفوا ملف مصطفى خضر وكل الوثائق. فما ورقة مصطفى خضر كما قلت لك كان يصنف في القيادات الأمنية، كانت زادة على فكرة في إضافة القائمات كانت عنده زادة مصطفى خضر توصل له، وهذا علاش نحكي على دور فتح البلدي وغيره، كانت توصل له تقارير متاع الإدارة العامة للمصالح المختصة في علاقة بالاستعلام في جهة كل الجنوب بن قردان وكل من 2013 كانت تقارير كلها حزوها عنده. يعني سيد الأرشيف ذا اللي يتبعوا يحطوا زادة عند سي عند سي عند سي مصطفى، علاش قلت لك إدارة موازية عملوها؟ تعرف في وثيقة من الوثائق مصطفى خضر يصنف في القضاة. يقول مثلا حط اسم قال راهو القاضي الفلان وهذه محجوزه الوثيقه اليوم في ملف مظروف من معناه من مظروفات ملف القضيه المشهوره. يقول انه القاضي سمى قاضي قال هذا راهو نتاعنا قاضي نتاعنا به نهار اللي تشد مصطفى خضر في القضيه مشى بحث النيابه العموميه لشكون حلت لشكون عهدت الملف نتاعهم حددوا القاضي نتاعها ما نشكونش عادي لشكون مش عادي القاضي محايد القاضي نتاعهم بالطبيعه بعد ما بحثوا كذا كيف مشيت في انها معناها راهي ذي قضيه حق عام والكل وتكوين ما عرفش شنيا مشيت في السياق هذاك وجمع الارشيف وتعدات هكاك اللي من بعد هيئه الدفاع مشكوره بقات تتحرى والكل واحد اللي وصل الحقيقه بالنسبه للقضاء راه زاد اشوف فما مساله مهمه القضاء راه فما دور كبير هو خاطر هما وزعوا المهام على في وسط حتى في القياده نتاع مش تحامل راه لا على نهضه ولا غير نهضه ممكن احنا ديما نحبوا المؤسسات ننقوا بها على التجاذبات الحزبيه والتوظيف لكن هما ممكن لما ناس الاغلبيه ما عندهم ثقافه المؤسسه وثقافه الدوله ناس عندهم ما يدينوا للجماعه اكثر منهم يدينوا للوحده هذا حتى في الادبيات نتاعهم تعرف الناس هذوما كما فرضوا في فتح البلدي في وزاره الداخليه راسا قيادات اخرى كما قلت لك زاد حطوا ناس كما هذا فما سرطان مستشار سياحي ولا اسمه في العدل حطوا زاد وقتها نور الدين البحيري وزير العدل طوعوا زاد القضاء وارهقوه بالواحد وشفت انت تعرف فما قائمه زاد في الاحاله الوجوبي التعقيد الوجوبي لمجموعه من القضاة اللي اشترها بعد زاد ربحت القضايا نتاعها فما شكون تصح معناه حتى بجرد قلم في الاخر زيد معناه اسمه في الاخر معناه الاشكال اليوم شنو هو المزاوجه بين الامني والقضائي هي راهي تركه قديمه والتركة هذه كانت محبوكة ومدروسة لغاية شنوة لتمس كل الحقائق اللي تنجم تفضي سمحني حمزة تنجم تفضي إلى تشكيل صورة كاملة تهزنا في النهاية للحقيقة. يعني اليوم سمحني راك وقت اللي تحكي على القضاء مثلا في علاقة بوكيل جمهورية السابق بشير العكر راهو رد بالك راهو تقرير تفقدية وزارة العدل قال لك اليوم أنه التقرير هذا مش كلامي أنا تقرير قال انه فما 6282 تقريبا 1000 ملف قضائي ملف قضائي 6282 ملف فما اللي ما تضمنش
وفما اللي ما تمش النظر فيه اصلا. تعرف معناه ما يتضمنش معناه ينجم يذيع في المحكمة. أي. اليوم معناه عندك 6000 ملف في قضايا إرهابية. قضايا إرهابية ونحكيه وراء الجرد اللي صار للملفات اللي تعطى مع بشير العكرمي صار كان على الملفات اللي في علاقة بالقطب القضايا المكافحة الإرهاب، لأنه تعرف هو وكيل جمهورية على القطب المالي والمحكمة تونس ولا وش اسمه والقطب، يعني صارت فقط تفقد على علاقة بالقطب. هذا من 6000، الستة آلاف هذو مشنية فيهم على الأقل معدل ما بين 20 و30 ألف إرهابي. معناها اليوم عندنا 20 و30 ألف تقريبا إرهابي ما فيهم حتى إجراء وما هوش متخذ فيهم حتى يعني معناها إجراء قانوني، لأنه الناس هذية فما شكون خلق لها ويت ثغرة باش نجم تتفصى من التتبعات والملاحقة. أكثر من هذا يا حمز، أكثر من هذا راو اليوم يزمك تعرف أنه اليوم فما اليوم وكيل جمهوري سابق بشير العكرمي ودور النيابة العمومية اللي هي في الأصل دعرف وكنا أنه هي ضمير المجتمع وهي اللي تثير الدعوة وهي تطبق القانون. النيابة العمومية في تلك الفترة باعتبارها تأتمر بأوامر وزير العدل اللي هو السلطة السياسية تحولت إلى أداة للإنقضاض على خصوم بين ظفرين اللي تعتبرهم الحركة والناس اللي ناشطة في تلك الفترة يعتبرهم خصوم، وكل من يطلع يسعى إلى كشف الحقيقة وتناكل بالناس الكل. وهذا موش من فراغ، لأنه وقت اللي أنت تجي تحل ملف أو تطرح معناها معطيات كما نحكيه فيه، لأنه راو اللي نحكي فيه هنا اليوم راو ما هوش اليوم الثار ماكش وماكش اليوم قلت ما هوش اليوم قلت راو وقت اللي سامحني اخزر لي حمص وقت اللي أنت تمشي مثال هذا مثلا هذا من ضمن راو جيب برشا من خط الجيشات هذا 15 مثلا أفريل في 2016 رئيس الحكومة، هذا مثلا شوف هذا زاد رئيس الحكومة هذا وزير العدل سامحني تطلب منه تعطيه المعطيات وتعطيه الملفات وتقولها متحركوا ما يتمش تحرك. أكثر من هذا أكثر من هذا هنا تم استدعائي أنت تعرف في مجلس النواب تم استدعائنا من طرف لجنة التحقيق في شبكات التسفير في البرلمان بالضبط. وفي اللجنة هذيك احنا ما اكتفيناش بأنه نقدموا شهادة شفهية لأنه نعرفوا أنه باش يتم باش يعملوا لها عو باش يلعبوا لها باش يتعقربوا عليها التقرير باش ينحوه. اش عملنا؟ قدمنا لهم وخلينا الأثر الكتابي هذا التقرير هذا بتاريخ 20/11/2017 ضمننا فيه كل المؤيدات. التقرير للأسف وأنا أذكر نهارتها نواب حركة النهضة انسحبوا من لجنة التحقيق ما حبوش يواجهوا عصام الدردو اللي اليوم سايبين الناس الكل تشيطن وتقول بيه وعليه والكل ما نجموش يواجهوا لأنه نتكلموا بالحجة والبينة. الإشكال أنه ها باش نقول لك علاش المسألة أنت قلتي تثار قضايا وما فماش رياكسيون هم عرفتك يقول لك قل ما تشاء وسنفعل ما نريد. ناس اعتقدوا انهم يتصرفوا على اساس الدوله ملك خاص وقلت لك لانه ما فماش ما ينتظروش انه باش يجي نهار وباش يتحاسبوا. كان جاو ينتظروا ما يوصلوش يخلوا اثار نتاع الجرائم اللي يرتكبوها بخط ايديهم. فما مؤيدات فما ناس مصح على حاجات مثلا كي تلقى انت سيد نور الدين البحيري كي يدعو كي يوافق للدعاة باش يدخلوا للسجون باش يقوموا بك الوعد والارشاد فرين وكذا وكل واحد يخلي اثر ويعطيه. كان جد دنيا معناه وكان جاي شويه واحد انسان يفكر انه يجي نهار وينجم يرجعوا له. اما هما اعتقدوا انه مرحله السيطره على الدوله قد تمت بشكل نهائي ولا يمكن العوده لها. واكبر دليل اخر انت الامر اليوم اللي قاعدين كلها الناس كلها تدباكة ويستغباو في الناس وكيفاش اخي الامر كنت في السلطه انت هو عندك التشريع مشرع علاش ما غيرتش الامر امس كنت تخدم بيه اليوم اللي تراه اختطاف من الملفات اللي حكيت عليهم نهارتها في مجلس النواب عصام دردوري 117 ارهابي عادوا من بؤر التوتر الى تونس عبر طائره خاصه لدعم ارهابي الشعامبي وهذا اللي قالوا واحد من الموقوفين واللي انت ذكرت شهادته. الملف هذا وملف المدرسة في القروان اللي حكيت عليها اللي تخرج في تخرج منها عدد من أبرز القيادات الإرهابية وين وصلوا زعم اليوم بعد شوية عصام الدردوري يجاوبنا. حتى الماضي ساعتين حوارنا بالكبير متواصل مع عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن. بعد شوية أحمد شفتر عضو متطوع في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية نحكيه معاه على انطلاق الاستشارة الوطنية اللي أعلن عليها الرئيس قيس سعيد. استشارة بدأت البارح شاركوا فيها حتى التوى حسب إحصائيات الموقع الرسمية للاستشارة قل شوية من 20,000 مشارك أغلبيتهم الغالبية الساحقة من الذكور أكثر من 15,000 ذكور 3,000 إناث. أليست هذه بداية متعثرة لفكرة الاستشارة للرئيس؟ أحمد شفتر بعد شوية
يحضر معنا عصام دردوري. مرحبا بك من جديد عصام. كنت حاضر في مجلس النواب في 2017 قدام المجلس وقدام لجنة التحقيق في التسفير, شبكات التسفير, وقدمت شهادتك. ومن الشهادة كنت حكيت على موضوع دوخ غريب عجيب على شهادة جات من عند واحد من الإرهابيين كان قال فيها الكلام هذا. دوخ التسفير وأساليبه. أواخر سنة 2012 وبداية 2013 سجلت عديد الرحلات عبر مطار تونس قرطاج في اتجاه اسطنبول تحت داعي التعاون الفني وخلق فرص للشغل في تركيا دون الاستظهار حتى بعقود في الغرب. تولى أيضا السيد هشام المدرب بوصفه مدير مكتب العلاقة مع المواطن فعل قضية عدلية, وذلك ضد كل من ثلاث أمنيين متهما إياهم بالضغط عليه من أجل عدم تمرير بعض الشكايات والعرائض إلى القيادة بوزارة الداخلية. ومن بين هذه الملفات ملف المقاتلين التونسيين بسوريا, وقام أيضا بتمرير قائمة اسمية تتضمن 117 إرهابي تونسي تم إرجاعهم وفق تأكيده في نفس التقرير 117 إرهابي تونسي تم إرجاعهم من سوريا عبر تركيا وليبيا على متن طائرة خاصة لدعم إرهابي الشعب, الشيء الذي لم يعجب وفق تأكيده في نص التقرير المدعو المحبس السوري وتقدمه بالشكاية إلى النيابة العمومية. وعصام كان يوري فيها في القائمة الإسمية اللي يحكي عليها السيد, يعني قائمة إسمية في 117 اسم تحطوا في طيارة خاصة مقاتلين هما توانسة مشاو لسوريا ورجعوهم ومشاو تعزيز للشعام بهكا الصورة. عصام نعاود ونأكد على مسألة راهو الكلام اللي يتقال اللي أنا نقلته لا مش أنا مصدره مش أنا قلته رأي ذي وثائق رسمية قال فيه رأو هذي اليوم فما شكاية بتاريخ 6-7-2013 هكي عشكايات عشكايات عطيني أنا ولي تبش نسأل كان شكولك زي حمزة وين المقال إشكي سيد وكيل الجمهوري الشاكي رئيس مكتب وقت العلاقة مع الأمن مع المواطن المشتكى بهم هذي إطار أمني معناها في دار عامة كذا فتح البلدي مرة أخرى من وقتها مش أنا يعني مش عصام وحيد توجيني هذوما من الناس اللي تم التشكي بهم. وحيد توجيني زاد من الناس اللي مجبودة في عديد الملفات به ايش يقول للسيد وكيل الجمهورية حمزة بالتضمين بتاع عدد المحكم يقول له أعلم جنابكم أني أرغب في التتبع العدلي لأربعة موظفين بوزارة الداخلية وذلك من أجل الادعاء بالباطل والتهديد حيث مورست علي ضغوطات متتالية في الأشهر والأسابيع الأخيرة حتى لا أمرر بعض الشكايات والعرائض إلى القيادة بوزارة الداخلية. ومن بين هذه الملفات ملف المقاتلين التونسيين بسوريا, ملفات تجاوز حدود السلطة. مش عصام الدردوري يتكلم. هذا إنسان عنده ليستة بالأسامي كاملة بنوامرهم كل شيء فيه. وش أشنو ما قال هذه الشكاية يا عصام؟ ماني أنا الأول سؤال هذا نسأل فيه. هني قلت لك أنا أنت تمشي تشكي فبلاست يتحروا في المواضيع شو اللي يعملوا؟ يعاقبوك ليه؟ اخزر لي عندك يا أما تشكي. طب مثلا أنا هذه مش أنا شاكي, هذا أمني شاكي ما نعرفش المقال متاعها, أما اللي أنا مثلا شكيت فيهم نمشي أنا بار إكزامبل نثير ملف فهمتني؟ الملف هذا إيش يعمله؟ اما يخلي وقت اللي انت ماك على 128 نسبه امور غير صحيحه لموظف عمومي تولي باش تثبت يلزمك تثبت نسبه الامور هذيك اللي نسب لازم تثبتها كي تقدم ما يفيد وانا نقدم ديما ما يفيد باش تولي تمشي الحكايه يولي يتحل بحث جانبي على اساس منين جبت المؤيد هذاك ديما نساو الاصل وعلاش منين جبت معليش خاطر الغايه ماهيش كشف الحقيقه يا حمزه الغايه في انه نتوقوا كل مسار انه ينجم يهزنا للحقيقة اكثر من هذا اخي تو اللي يحكي فيه عصام الدردوري انا تو كان جيت نحكي في حاجه ماهيش واحد ها وقرار هذا قرار صادر عن هيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ورئاسه الحكومه هاك تشوف فيه قرار حمايه يتعلق باسناد حمايه تسديد وضعي من الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد صادر في 19/4/2018 القرار هذا والى حد الساعه لم يفعل فهمني معناها الاشكال اليوم شنو واجب الاشعار واجب الإعلام أنا قمت به أكثر من مناسبة بل بالعكس أكثر من هذا أنا كل مرة نعاود نذكر أنه من باب المسؤولية أنه رأي فما ملفات لازم يتم فتحها ورغم النجموش نكشف الحقيقة
الا وما نجموش نمشيو في بناء نحكيه واحنا صحيح. بكري في بناء علاقه ما بين الامني والمواطن الا ببناء سؤال اساسا سؤال محرج جسر ثقة. تفضل سيدي خوي. سؤال محرج ما وما عندكش فيه برشا وقت نحب هكا 10 ثواني اليوم وزاره الداخليه سمحني في العباره ويسمحوني اللي يخدموا في الوزاره في العباره بين ظفرين تنظفت وزاره الداخليه اليوم بقرارات الاعفاء اللي صارت أعفيت كل القيادات المعنية بهذه التجاوزات؟ أكيد أكيد أنه مسألة الإصلاح أنا أقول وزارة الداخلية ما تنجمش تكون بين عشية وضحاها أكيد أنه فما عمل كبير صار فما عمل كبير لازال لازم يصير فما عملية إصلاح عميقة في العمر لازم إصلاح هيكلي إصلاح على مستوى التكوين وبالأساس إصلاح تشريعي لازم يصير تخليص عون الأمن من النصوص القانونية البالية اللي بقات يعني تكبح له العمل متاعه وتحد أيضا من نجاعة متاعه لابد أيضا اليوم من فتح الملفات الكبيرة ونحكيه على تنظيف الوزارة أنا مانيش شو اسمه باش نحكي على النظاف مسيو بروب يعطيك الصحة لا أنا ما ندعيش خوي لكن اليوم لابد أنه الفيصل يكون هو القانون باش منجيه لأنه المسألة رايح حمزر تبارك غدوة راي فما محكمة الأحفاد باش تنتصب وحكمها يكون منصف يكون ناس تغزر كان محكمة باب بنات لا وتنجم غادي مثلا واحترامنا ديما للقضاة والكل قا اليوم ما نجموش ويولي جحود أنه ننكر الدور والجهد الكبير اللي قاعدين يقوموا به الوحدات الأمنية من أكيد. مختلف الأسلاك واضح. من بنزرة البرج الخضراء وتحية معي. بالمناسبة نزلت معنا عصام الدردوري ونواصلوا في هذا الحوار وجاء وقت استقبال ضيفنا الثاني جاوب الخبراء سيد أحمد شفتر عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مرحبا بك سيد أحمد الله يخليك انطلقت الاستشارة الوطنية اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية استشارة بدأت البارح على موقع الانترنت وشاركوا فيها حتى التوى حسب إحصائيات الموقع شاركوا فيها أقل شوية من 20,000 مشارك قبل ما ندخل للستوديو شفت الأرقام الأخيرة قرابة أكثر شوية من 15,000 ذكور أكثر شوية من 3,000 إناث ألا تعتبر أن الأرقام قليلة جدا مقارنة بالانتظارات سيد أحمد شو رأيك؟ بالعكس هي مفاجأة جد سارة في اليوم الأول لأول تجربة في تاريخ الشعب التونسي المشاركة باستعمال التكنولوجيا في أول يوم في 24 ساعة الأولى حققنا أكثر من 18,500 مواطن تونسي شاركوا عفويا وتلقائيا في هذه الاستشارة الوطنية وبدأوا بذلك يدخلون عصرهم الجديد عصر بناء الدولة التي تحترم مواطنها خاطر تعرف سيد أحمد يقول لك النهار الأول ومنتظرة وعنا قديش نقولوا عليها والرئيس حط عليها كل شيء يعني أنا نتصور نهار الأول 100,000 لا مش هذا لا لا, لا 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 هو بالعكس وكان نشوفه وسائل الإعلام مثلا والأحزاب السياسية التي تقاطع أو تدعو إلى المقاطعة فأنا نرى الحملة ضد الاستشارة أكثر بكثير من الدعاية الاستشارة إذن 18,500 تعتبر بداية طبعا بداية جيدة جدا توي يحطوا هنا الشبيبة على بالصورة الموقع هو e-استشارة.tn نلقاو البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية بس القدراب وتونس ثم المحاور تاع الاستشارة اللي هي تجت على كل شيء الشأن السياسي والانتخابي الشأن الاقتصادي التنمية والانتقال الرقمي الشأن التعليمي والثقافي الشأن الاجتماعي وجودة الحياة هل شنية اللي نلقاوه في هذه الاستشارة سيد أحمد شفتر والأكيد أنك راك دخلت وقمت بالإجابة على الأسئلة كيف وجدت الاستشارة؟ وجدتها تستجيب وترتقي إلى طموحات أبناء الشعب لتجسيد شعار الشعب يريد أي؟ يعني أنه المبتغى أو الهدف الأساسي من هذه الاستشارة هو الوصول إلى أكثر عدد من المواطنين لمعرفة آرائهم كيف يريدون أن يروا شأنهم العام يحب كيفاش يحب يشوفوا حياتهم السياسية حياتهم الاقتصادية حياتهم المالية حياتهم الاجتماعية تنميتهم تعليمهم ثقافتهم كل هذه الأشياء هي المجالات التي يجب أن تفتح وأقول وأذكر أن أول مرة أمام الشعب التونسي تفتح هذه المجالات للتعبير تلقائيا على إرادة الناس أو على ما يريده الناس وبذلك أقول أن الشعب التونسي الآن يفتتح دخوله إلى عصر جديد وسيكون سباق
مقارنة بالشعوب الأخرى حتى من هي أكثر تقدم. اللي يدعو للمقاطعة وكنت تحكي عليهم أحمد شفتر، أحزاب حتى منظمات، حتى منظمات مجتمع مدني يدعو بصفة صريحة لمقاطعة الاستشارة الوطنية لما يعتبر فيها من غموض. نتائجها كيف ستقرأ، من سيقرأ النتائج، ما هي نتيجة هذه النتائج كذا، شو تقول لهم الناس اللي يقولك الاستشارة غامضة إلى درجة أني ما نشاركش، ما نشاركش خاطر نعرف أنه مسرحية هذه الاستشارة، شو تقول له سيدة؟ نقول لهم شوف نحن نعي جيدا أنكم ستكونوا في الصف الآخر. ليش؟ لأن هذه الاستشارة هي تجسيد حقيقي وترجمة حقيقية على إرادة أبناء الشعب. نحن قلنا الشعب يريد بطريقة أخرى، فإنه هذا المشروع للأسف الشديد سيقتلع الوساطات، لأنه هؤلاء جميعا حتى في تركيبتهم شغلهم هو شغل الوساطات. لما تعني الوساطات من ممارسة وصاية أولا ثم وخصوصا التمتع بالامتيازات، العصر الجديد سيرفض كل أشكال الوساطات القديمة التي كانت تمثل مصدر التعطل في داخل المنظومة حاكما ومعارضة. إذن موضوعيا فسنجد هذه الأشكال من من التشكيك، لكن أنا أتحدث ما في يوم أول ثم 18,505 مواطن شاركوا. لا أعلم أي حزب سياسي أو أي جمعية قد شرك 18,500 مواطن في برامجه السياسية والانتخابية سابقا. أتحداهم فعلا. هذا يعني موارد الدولة سيد أحمد، طبيعي أنه الدولة بتهبط بضغطها، وزارة وسبوتات في التلفزة الوطنية والرئيس يحكي، طبيعي جدا ما يقلقش يعني. إذا ما كانت وسائل الدولة تشتغل لأبناء الشعب فمرحبا، المهم اللي ما تشتغلش لأجندة دون أخرى هذه متجهة مباشرة إلى المواطن شكليا أو موضوعيا. أنا نقول لك أنا تو احسبني، أنا تو مواطن تحب تقنعني بالمشاركة سيد أحمد، كان يهمك أني نشارك. مش قولك أنا سيد أحمد راني ساعة راني حبيت والله ندخل الصباح ما بعث ليش الرقم، بعثت بالتليفون قال يجيب ببدل النمر والتليفون، حسيلو شاني فيه تون عودو إشكالية تقنية وباش يتعرضوا لها برشا مواطنين يجب يكون الرقم التليفون هذا كبسمك، وأنا عندي نفس الإشكالية هذا هو، لكن ما هو مسجل عند الأوبراتور ببطاقة تعريف قديمة لمواطن آخر. هذا اللي صار لي، لا نون كويرونس ما بين رقمه كل مسجل غادي، اذا يفو اجي اما ليزوبيراتور يصلح وضعهم ولا تشوف انا بعرف قال لي استعمل رقمك وقت هو رقمي ومسجل باسمي، معناها حسي بطاقة تعريف باش تقنعني اني نشارك في هذه الاستشارة. قلك انا تو سام نعرفش باش نحط رايي في الشان السياسي والانتخابي على الاسئله، ثم من بعد ما نعرفش عليهم باش يعملوا بهم، باش يجيو يحسبوني رقم، مجرد رقم يقولوا شاركوا مليون تونسي في الاستشاره وهاو عطاو كذا. انا اخويا ما عنديش برشا ثقه، فشنو تقول لي ترى؟ شنو تقول لي في هذا؟ شوف انا نقول لك انت ستشارك برقم بطاقه تعريف، لكنك ستستلم رقما اي الياتوار اي ستحتفظ به ويكون سيكون الريفيرنس من حقك بعد ان يتم تكوين بنك المعطيات اي انك تشوف ريالمون الرقم تيوريك تراقب اسك تحط في مواقع، بما معناه انت قلت راني مثلا مع انتخاب مع نظام رئاسي ومع تشوف اسك معناها وقع حسبان التدخل نتاعك في تلك العمليه ولا لا، لانك سيكون عندك انيمورو فيرتيال حفاظا على خصوصيه الافراد. واضح، دونك نجم تثبت من الحاجات اللي كوشيتها الكل شنو كانت نتيجه القرار نتاعها بالضبط، وما هو النظام اللي تتصور ان نمشي فيه. هل اقنع الرئيس الناس حسب رايك اليوم بفكرة هذا البناء القاعدي والغاء الوساطات؟ هل الناس نجم تمشي في مثل هذا المقترح احمد شفتر؟ هو ليس مطالب باقناع الناس، هو يقترح مثله مثل اي مواطن. أي؟ طبعا اني الاحتمالات المحطوطه محطوط نظام رئاسي مثلا او نظام برلماني او نظام مختلط، فاني براتيكومون مخرجات الديمقراطيه التمثيليه موجوده في داخل الاحتمالات. اذا اللي حاجته برلماني طيب يحط برلماني، واللي حاجته برئاسي اللي عنده قناعاته الخاصه ليعمل دعايته، هي بس يقول راهو ها هي ايجابيات النظام الرئاسي دون النظام البرلماني، يعني انه الرئيس ليس له، وهو رئيس كل التوانسه الان، الرئيس وان سمي الاخشيدي
فإنه في أثناء الحملة الانتخابية هو قال عكس أن يكون أختي إخشيدي، وقال أنا لست الإخشيدي لأعيدكم بالأوهام، لكنه وعد بشيء واحد ألا وهو آلية تنفيذ مشاريعكم وبرامجكم وتصوراتكم، وفعلا لقد وفى بوعده، وضع الآن أفاق مفتوحة أمام الجميع للمشاركة وللتعبير على أرائهم على أرائهم. أما عملية إدارة النتائج، لأنه أولا لا بد أن نبدأ بتكوين بنك معطيات في خياراتنا التربوية والتنموية وفق ذلك سنقرأ معية ماذا يريد الشعب التونسي، لكن بالاعتماد على وقائع حقيقية. إن شاء الله نسبة المشاركة تكون جيدة. هذا هو لو في أحسن الظروف، يقولوا المنتقدين، لو في أحسن الظروف هذه البوابة عملت مليون مشارك، هل سيؤخذ بنتائجها؟ وهو مليون مشارك يمثلوا 10% من أو يمثلوا جزء من الشعب التونسي. مع العموم أبناء الشعب سيفاجئون الجميع. ونقول التمشي، لأن هذه هي حلقة في سلسلة متاع تمشي ثوري أو مسار ثوري بدأ ذات 17 ديسمبر 2010. هذه حلقة من حلقاته، وفي كل مرة حينما نادينا أبناء الشعب لأن يشتغلوا من أجل ذاتهم فإنهم يستجيبون للنداء. لكن على العموم نحن سنرى. أنت سيد رئيس ولا سيادتك كعضو حملة مثلا شاركوا غدوة 500,000 600,000، هل سيقول يا أحمد شفتر أو السيد رئيس الجمهورية الشجاع يخرج يقول فينا الماء ما شاركوش التوانسة ما عجبتهمش الفكرة لن نأخذ بالاستشارة؟ تأكد أن يكون في نفس الموقع، يعني الأشياء التي لا تتماهى ومصالح أبناء الشعب أنا أؤكد أن وطنية الرئيس ستتركه يتموقع وفق يعني هذا متأكدين من مشاركة واسعة في الاستشارة، متأكدين كونه بأخذين الشماء الصحيحة من أجل مواصلة مسار ثورة أبناء الشعب إلى أن نصل أو إلى أن يصل إلى تحقيق كامل أهدافه. نحن فقط نمكنه من الآليات، وحتى حينما نقدم ذاتنا نحن نقدم ذاتنا على أساس مجموعات متطوعة نضع طاقاتنا على ذمة أبناء شعبنا، لن نكون حتى في موقع القرار. ألا ترى أن اختزال شديد لمسار دولة ومصير شعب سيد أحمد شفتر أن نجي ونختصر هذا المسار في أسئلة تكوشيها باش تجاوب عليها؟ الشأن الاقتصادي تراه كذا، تنمية راه كذا، الشأن التعليمي راه كذا، الشأن الاجتماعي راه كذا، الشأن السياسي وحتى جودة الحياة، أليس اختصار شديد لمصير أمة ومصير أفكار ومصير هذا كنقولوا الشأن السياسي الاقتصاد يعني منوال تنمية وأفكار وكذا، مش ياسر اختصار يسيء لكل هذه القضايا؟ حينما ندخل في التفاصيل نحن نتجه عمليا، نحن التوانسة يعني نتجه إلى حدود 8 مليون ولا 8.5 مليون نخب في البلاد، لأنه عمليا لابد من رقم بطاقة تعريف للمشاركة في داخل. لكن أولا لنؤكد أنه نوع من الحوار اللي بورين بريمير يشارك فيه عدد كبير من المواطنين، عكس الحوارات القديمة اللي كانت تتحدث ما بين مجموعة من الذواتات على أساس محاصصات في تحت الصالونات وبتسربية التاي، بالمعنى من المعاني لا يسمع صوت أبناء الشعب. نحن ننتقل الآن إلى عصر جديد. هو بن علي كان يعمل استشارات شبابية سيد أحمد، يقولوا وقتها ما كانش فما كورونا وكذا، ويقول لك استشارة شاركوا فيها 500,000 شاب في المعتمديات وفي الكذا، وهم حضروا، راه تلقى حضروا عدد منهم حضروا، أما حضروا باش لسنا في نفس التمشي. نحن الآن نستفتي أبناء شعبنا على أي نظام سياسي يريدون، على أي قانون انتخاب يريدون، على أي تصور ومناويل تنموية يريدون. نحن نستفتي على شيء آخر مختلف، على عناصر الديكور داخل السياسات العامة الممنهجة. شبيهم الناس ملاموش من سبق وسرق مسار أبناء الشعب حينما خلق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واختزل دور 33 جمعية وحزب وتنظيم
وخذوا معناها الانيسياتيف ومارسوا على اساس انهم فرضوا قانون انتخابي على القائمات في اوسع الدوائر، واللي هي كانت الاداه الاساسيه من اجل امتصاص او افتكاك مسار ثوره الناس. لماذا لم نرى مثل هكذا حماسه في مقاومه ما وقع في 2011؟ نحن الان بالعكس ندفع ما استطعنا في أن أبناء المحليات وأبناء الجهات أو أبناء الشعب عموما يسترجعون مسارهم الثوري اللي قدموا من أجله عديد الشهداء وألاف الجراح. بالنسبة لك ما معنى استرجاع المسار الثوري؟ المسار انطلق ذات 17 ديسمبر في عملية انفجار اجتماعي ما بين مجموعات أو شرائح اجتماعية متضررة من ضد الحكم الفاسد وبين من يدافع على المنظومه على منظومه الحكم. انطلق هذا المسار على زوز استحقاقات اساسيه. الجوهر الاساسي كان اجتماعيا ترجمه ابناء الشعب في مجموعه من الشعارات اهمها شغل حريه كرامه وطنيه ثم الشغل استحقاق عصابه السراق. للاسف الشديد وقع مقاومه هؤلاء بالحديد والنار. من وراء ذلك قصه لا تعنينا نحن، ما يعنينا ان هناك شهداء سقطوا وجرحى ايضا. فانتقل الشعار من مجرد شعار اجتماعي او حق الناس في جزء من ثروه البلاد الى شعار سياسي اللي ارتقى الى الشعب يريد اسقاط النظام او لا خوف لا رعب السلطه في يد الشعب. هذه كانت زوز استحقاقات كان لابد على الوطنيين وعلى المثقفين النوعيين وعلى من صرفت عليهم البلاد من دم قلبها، كان من المفروض أن تقع ترجمة هذه العناوين وتتحول إلى استحقاقات حقيقية. للأسف الشديد حولوا منه عرسا ديمقراطيا كان عرسا اسمه أكثر التفاف على ثورة أبناء الشعب. بعد 10 سنين هنا نشوفه لم نزد إلا تهميشا إلا تفقيرا إلا عزلة إلا فسادا. إصلاحات كبيرة يقترحها رئيس الجمهورية على الأقل في هذه الاستشارة، مش إصلاحات ولكن يحب ياخو رأي التوانسة في ماذا تمشي فيه البلاد في جملة من المجالات. عصام دردوري لو كان جيل الجانب اللي يعنيك الجانب الأمني والجانب رئيس الجمهورية من الناس اللي ينقدوا كثيرا القضاء، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية متاعو هنا كنا نحكي وتوا هو اللي ماشي في هذه الضربات الأمنية اللي صارت عبر الإعفاءات وعبر الإقامة الجبرية، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في الطريق الصحيح في موضوع الإصلاح عصام في الموضوع الأمني؟ خلينا ما نحبش نورطك في مواضيع أخرى لا تعنيك، في الموضوع الأمني شوف هو بالطبيعة أنا من نجم نتكلم كان في اللي يعنيني لأنه ما أعرف أمنيين محمول علينا واجب الحياد والكل قا انه زاد رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه ورئيس مجلس الامن القومي يعني هذا زاد مهم جدا يهمنا يعني بدرجه اولى. اللي انا مانيش كيف الجماعه وكل برشا يقول لك انا الاستاذ قراني، انا ما قرانيش الحقيقه وكان يشرفني كقراني قامه قانونيه بحجم الرئيس السلطه سعيد. قا انه عندي معرفه كانت قبل ما يتولى قبل زمام السلطه يعني كل الرجل يعني على غايه كبيره من ضافه ومن المصداقيه وهذا ما نجم نشكوا فيه. وانا واحد من الناس هبش نقول لك معطى لكن الصندوق اللي يحكي عليه فخامه رئيس الجمهوريه واللي توا طارحوا في علاقه بعائلات وشهداء المؤسسه الامنيه والله حمزه بكل تجرب هذاك سيدي انا في تحكي تقريبا في 2013 معناها نحكيه انه على ما يبدو انه الرجل وانا ثابت انه صادق في اللي قاعد يطرح فيه وفي اللي قاعد يمشي فيه ويكفي الدليل على الصدق انه حتى انه القانون هو البوصله في التعاطي مع جل هذه الوحده. بالنسبه لادارته للملف الامني والشان الامني اليوم الحقيقه معناها قاعدين نشوفوا كما قلت لك معناها هذيك تقاعد الوجوبي وكل فما حديثاء باعتباره انه لازم تكون فما الملفات وما نتصورش معناها الكل يتحمل مسؤوليته. قا بالنسبه للتعاطي رئيس الجمهوريه مع الـ 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 يعني الـ الوحدات الحامله للسلاح تعاطي الى حد الان نعتبره تعاطي جيد وممتاز وخاصة من الجانب المعنوي. يبقى أنه اليوم والرئيس عنده الإرادة في كونه يمشي في تطوير العمل الأمني خاصة ضمان حماية الأمن على المستوى القانوني والتشريعي. مش معناه باش ناخذ نصوص حماية باش يحكيوا أو لغة يحبوا يرجعوا ونحبوا ما لا نحبوا نرجع نحبوا نص قانوني يحمينا بدرجة أولى من شنو من التعليمات الغير قانونية اللي هي تكون تعليمات سياسية وغدوة تنجم ترجعنا لنفس المربع. فما فيديو تعدى الاحتجاجات فما شكون شخصية سياسية يحكي يقول يخزر الإطار أمني يقول له قيس سعيد غدوة باش يمشي والله ما نشد رئيس والله أنا ما نعزلك
يعني اليوم سامحني الامني كي لحمه الكرومه متاكله مذمومه. معناها اليوم انا اخي سامحني اخي نحن نخدموا عند اشخاص. احنا ناس سامحني احنا ناس تخدم في دوله تخدم في مؤسسات. الاشخاص تزول ولكن قدر الدوله والمؤسسات ان تستمر. وكذلك شويه وعي جزيل وشويه تناغم من الناس. وكذلك شكرا للسيد احمد شفتر الساعه العضو الحمله التفسيريه لرئيس الجمهوريه العضو المتطوع زاد في فكره البناء القاعدي. شكرا لك سيد احمد. ان شاء الله فرص اخرى تكون اطول ندخل فيها باكثر عمق في برشا مواضيع. شكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا عصام دردوري رئيس المنظمه التونسيه الامن والمواطن على كل ما افدتنا به في حوارنا بالكبير للجمعة هذه. شكرا. مشكور وبارك الله فيك على إتاحة الفرصة. شكرا عصام.